لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة. وسقط العدل على المداخل، سقط العدل، سقط العدل، سقط العدل على المداخل. حين هوت مدينة القدس تراجع الحب، وفي قلوب الدنيا استوطنت الحرب. سأدق على الأبواب وسأفتحها الأبواب وستغسل يا نهر الأردن. عيوننا إليك ترحل كل يوم، وقلوبنا ترحل كل يوم بالدعاء من قلوبنا يا زهرة المدائن. وإن شاء الله النصر جاي من كل طريق آت، زي ما بتقول الست فيروز. مساء الخير على حضراتكم، وحلقة جديدة وستات ما فيش يكتبوا. ممسي على زميلتي إيمان عز الدين. مساء الخير يا منى، ومساء الخير على كل المشاهدين، ويا رب خير خير وسلام وستر على العالم كله بإذن الله. حلقة جديدة ستات ما عرفوش يكتبوا، يا رب يوم جميل. خلينا كالعادة طبعا يومين دول نبدأ حلقتنا بأزمة الشعب الفلسطيني في غزة. الأزمة دي جزء مننا ومن كل عربي ودول إخواتنا وأهلنا اللي بيتعرضوا للموت والقصف والإبادة الشديدة والشنيعة، بيتم معهم كل الطرق للتخلص منهم، من أطفالهم بالذات. وعشان كده إحنا كل يوم في البرنامج لازم نتكلم عنهم ونقول لكم بشكل مبسط ومختصر إيه اللي بيحصل بالظبط. وده أبسط حاجة نقدر نعملها، إننا ننقل للعالم إيه اللي بيحصل هناك. إحنا بنقول كده ليه؟ رد على تعليقات ورسائل كتيرة بتوصل لنا
على صفحة البرنامج بيقولوا انتوا يعني برنامج خاص بالستات بتتكلموا عن أزمة غزة وفلسطين. لا طبعا لازم نتكلم ونبقى فاهمين ايه اللي بيحصل ونفهم ولادنا ان هي القضية ايه، هي القضية الفلسطينية، وإلا تبقى خيانة للعالم العربي وخيانة للإنسانية كلها. تعالوا نقول لكم كمان سريعا ايه اللي حصل ال 24 ساعة اللي فاتوا. خلال الساعات اللي فاتت أعلنت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي صدق على خطة دفاع وهجوم للجبهة الشمالية، يعني ناس بتموت تاني وإبادة تاني بتتم قدام العالم كله. إيه تاني بيحصل مع استمرار الغطرسة الإسرائيلية؟ أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 11,000 شهيد، وإن النسبة الأكبر منهم للأطفال، بجانب طبعا عدد كبير جدا من المفقودين اللي مش قادرين يوصلوا لهم تحت الأنقاض لحد دلوقتي. كمان قصفت قوات الاحتلال مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة. حقيقة الأمر يعني إيمان طبعا يعني بقى صعب جدا جدا، متعدى كل الحدود، تعدى حدود الإنسانية والأعراف والديانات وكل شيء له علاقة بإنسان. الأمر ده طبعا واللي حصل أدانته الخارجية، وزارة الخارجية المصرية، وأكدت أن هو يعتبر تحدي وتعدي سافر ومسلسل مستمر من الجرائم البشعة والانتهاكات الإسرائيلية. الخارجية المصرية أكدت أن معبر رفح مفتوح ومش هيتقفل أبدا في وش ولادنا وإخواتنا وأهالينا، وما تقفلش في أي مرحلة من المراحل من بداية الأزمة في قطاع غزة ولحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها، وأنه السبب الحقيقي اللي بيعتبر عائق وعقبة في سبيل دخول المساعدات من مصر لإخواتنا في غزة هو إسرائيل اللي عمالة طول الوقت أن هي تختلق المشاكل والأكاذيب وتلفق الشائعات. الحقيقة الأطفال والمرضى كمان، ودي نقطة مهمة جدا تبين لكم مدى الجرم والبشاعة اللي فيها هؤلاء أشباه البشر. أنا مش قادرة أقول عليهم بني أدمين ومش قادرة أقول عليهم إنسان، هم أشباه بشر، هم كائنات غريبة أكيد إن هي ما ينطبقش عليها المعايير الطبيعية المنطقية بتاعت البني أدمين. هدفهم الأول والأساسي هم الأطفال والمرضى اللي هم الضعاف. هدف إسرائيل الأول تقريبا خلال عمليات الاستهداف والقصف، وخاصة في كل المستشفيات بيدقوا المستشفى على دماغ اللي فيها، بيتم حصارهم بشكل مميت ومستمر طول الوقت، منهم آخر حاجة مجمع الشفا، جرحى ومصابين، أطفال اتقطع عنهم الأكسجين فماتوا، ناس بتموت من نقص الدواء ونقص المسكنات ومن نقص أبجديات وأساسيات الحياة على سطح الأرض. تعالوا نشوف جزء من الجرائم اللي هتفضل صبة في جبينهم إلى يوم الدين، ونشوف اللي حصل في مجمع الشفاء الطبي في غزة ونرجع تاني. زي ما شفتوا كده بالظبط. حاجة تانية مهمة عايزين نقولها لحضراتكم هي دعوة ثلاث منظمات أممية في بيان مشترك دعوة المجتمع الدولي إن هو يتحرك بشكل عاجل وسريع وفوري علشان نوقف المهزلة، نوقف الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة. كان في تحذير حذرت دول العالم كله من الصمت، واتكلمنا عن إنه الصمت خيانة.
قاعدين ساكتين تجاه كل اللي بيحصل من جرائم. عندهم حسابات، للأسف إنه عندهم حسابات، بس لازم حسابات الإنسانية تتغلب على أي معايير وعلى أي حسابات تانية في الدنيا. المنظمات هي منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وقالوا يتملكنا الرعب من التقارير الأخيرة اللي بتفيد بوقوع هجمات على مستشفيات غزة. تعالوا نشوف تقرير عن الدعوات وعن بيان المنظمات الأممية ونرجع تاني. دعت ثلاث منظمات أممية في بيان مشترك اليوم المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل وفوري لإيقاف الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات في قطاع غزة، محذرة دول العالم من الصمت إزاء هذه الجرائم. وقال المديرون الإقليميون للمنظمات الثلاث، منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في بيان مشترك يتملكنا الرعب من التقارير الأخيرة التي تفيد بوقوع هجمات على مستشفيات الشفاء والرنتيسي للأطفال، النصر والقدس وفي محيط تلك المستشفيات وعلى مستشفيات أخرى في غزة، ما أسفر عن سقوط الكثيرين منهم أطفال، مؤكدين أن منظومة الرعاية الصحية في القطاع تعرضت ل 137 هجوماً على الأقل في آخر 36 يوماً. وأضاف البيان، تفيد التقارير بأن الأطفال الخدع المبتسرين وحديث الولادة المتصلين بأجهزة لازمة لبقائهم على قيد الحياة يموتون الآن بسبب انقطاع الكهرباء والأكسجين والمياه في مستشفى الشفاء، موضحاً أن الأعمال العدائية المكثفة التي تحيط بالعديد من المستشفيات في شمال غزة تحول دون وصول العاملين الصحيين والجرحى وغيرهم من المرضى بأمان إلى تلك المستشفيات. وأشار البيان إلى أن العالم لا يمكن أن يقف صامتاً، والمستشفيات التي ينبغي أن تكون ملاذاً آمناً تتحول إلى ساحات للموت والدمار واليأس، مطالباً باتخاذ إجراءات دولية حاسمة الآن لضمان وقف إنساني فوري لإطلاق النار وإيقاف نزيف الخسائر في الأرواح والحفاظ على ما تبقى من نظام الرعاية الصحية في غزة. وكشف البيان مقتل 521 شخصاً بينهم 16 من العاملين الصحيين في الهجمات على منشآت الرعاية الصحية في غزة، مؤكداً أن أكثر من نصف مستشفيات قطاع غزة مغلقة حالياً والبقية تتعرض لضغط هائل ولا تستطيع أن تقدم سوى خدمات محدودة للغاية. ولفت البيان إلى أن العالم لا يمكن أن يقف صامتاً بينما تتحول المستشفيات إلى ساحات للموت والدمار واليأس. حسبنا الله ونعم الوكيل. مين يقدر يشوف شكل الأطفال في الحضانات وهم بيموتوا وما يتخلعش قلبه من جواه، يعني لو كان بني آدم يعني. طبعا استهداف الأطفال ده طبعا هدف واضح وخطة ممنهجة للقضاء عليهم، لأنه هيصبحوا في المستقبل لو عاشوا هيبقوا كلهم غل وكراهية وعايزين ينتقموا طبعا من الاحتلال الإسرائيلي المجرم. خلينا نقول عشان كده كمان رحمة انتقام ربنا عادل يعني. تعالوا نقول لكم شوية على اللي بيحصل على الجانب الإسرائيلي. يوم بعد يوم تتزايد الخسائر الاقتصادية ليهم، وده مع استمرار الحرب على قطاع غزة. يعني تخطت مجمل الخسائر الإسرائيلية المدنية والعسكرية والتعويضية بسبب الحرب على غزة 100 مليار دولار بتكلفة يومية 250 مليون دولار. وفي تقرير لقناة القاهرة الإخبارية تم رصد إسرائيل إنها خسرت حوالي 17 مليار دولار خلال شهر واحد كانت هتحققها من الاستثمارات. ومش كده وبس، لكن تم سحب كمان العديد من الاستثمارات هناك وتحويل 53 مليار دولار للعملة المحلية لتغطية تكاليف الحرب. وكمان في 300 ألف مستوطن غادروا البلد من غير ما يحجزوا تذكرة عودة، يعني ذهاب بلا عودة، وده معناه أنهم قرروا البقاء بره إسرائيل ومش هيرجعوا تاني. بجانب ده كله مطلوب من إسرائيل تدفع تعويضات للجنود المصابين وأسر القتلى واللي تم ترحيلها، الأسر اللي تم ترحيلها بسبب الحرب. طبعا خسائر فادحة، ده غير المقاطعة اللي كل العرب طبعا بيقطعوها دلوقتي، بتأثر بشكل كبير جدا أكيد على المال، سوق المال. صحيح ده. كل صاحب ضمير على سطح هذا الكوكب هيقدر يعمل حاجة هيعملها، فتخيلوا احنا كم مليار على سطح الكوكب.
أكيد أنه كل يوم كل ما بتزيد جرائمهم كل ما بيزيد حالة الكراهية والغل، زي ما أنت قلتي بنبقى نفسنا نعمل أي حاجة، لأن هم الحقيقة اللي ساكت النهاردة هتدور عليه الدوائر بكرة. هو مش بمعزل عن الجرم ده، الحقيقة زي ما شفتوا وزي ما بنشوف مع حضراتكم إحنا على الشاشة، أوضاع إنسانية صعبة جدا بيعيشها أهالي قطاع غزة على مدار 39 يوم النهاردة، العدوان وقصف وجرائم ومجازر وإبادة جماعية وعقاب جماعي وتهجير قسري وإبادة عرقية، وكل حطوا كل المسميات الموجودة في كتب السياسة، عشان الحقيقة كل المفردات مش هتقدر تقول المعنى الحرفي للي هم بيعملوه، لان هم عدوا كل الحدود. بيعاني اهالي غزه من انقطاع تيار كهربائي، مفيش ميه، مفيش اكل، مفيش مستشفيات، مفيش ادويه، مفيش مسكنات، السلع والمواد الغذائيه والادويه الاساسيه خلاص بتخلص تقريبا بسبب الحصار الاسرائيلي. تعالوا نشوف كمان، لانه الكاميرا ساعات بتتكلم احسن مننا، شوف الفيديوهات اللي فيها مشاهد انسانيه صعبه جدا للشعب الفلسطيني الشقيق الابي اللي فاجئ العالم كله بصبره وبقوته على التحمل وجلده، زي ما شايفين كده بيطبخوا أكلهم في الشارع، مش هيغلبوا الحاجة أم الاختراع، هيتصرفوا بيوزعوه على بعض، كل واحد ياخد لقمة، كل واحد ياخد بق مية، في حالة من الإيثار والإنسانية، ربما يبقوا هم نموذج لمعدومي الشرف والضمير والإنسانية اللي عمالين يعذبوا فيهم ويعذبوا في أطفالهم وكبارهم وضعفائهم. مفيش كهرباء، مفيش وقود، استمرار للقصف زي ما انتم شايفين. هم الحقيقه ابهروا العالم كله بصبرهم وبتمسكهم بالارض، عشان الناس دي عارفه ان الارض عرض، والدفاع عن العرض هو دفاع عن الشرف، والشرف قصاده لحد اخر نقطه دم، ارواحهم قصاده. فهم الحقيقه بيقدموا نموذج وبيقدموا درس لمعدومي الشرف والضمير. طبعا عمل جميل، وشعب يعني لا يشعر بالسقوط ولا بالوقوع، ولا شوفي الاولاد بس اللي وجع قلبي، الطوابير اللي واقفين عشان ياخدوا حاجه يتقوتوا بيها يعيشوا، النهارده في اكل ممكن يبقى ما فيش، الحمد لله اعتقد ان بتوصل لهم على قد ما نقدر، بيوصل المساعدات الى حد كبير، يمكن بيتعطلوا وبيتعبوا في الطريق وبيستنوا في الطابور العربيات عشان تدخل معونات، لكن بتوصل باذن الله. وانا يعني كنتوا حاطين صور لطفل خايف يعني على جنب الصوره كده، يعني منظر الخوف والروع اللي هو فيه، ان هو واقف مش عارف ايه اللي بيحصل، طفل مش فاهم ايه اللي بيحصل، المفروض يكون نايم في سريره ولا في مدرسته بيذاكر، ولا قاعد نايم في حضن امه مطمئن. الخوف على عينيه يعني يقطع قلب اي حد ما عندوش قلب بجد، يتحرك من مكانه بصراحه. هو ده، هو انا بشوفه شايفه الخوف يا ايمان في عينيه عامل ازاي، يعني انت مش عارف مصيره ايه، مش عارف راح فين، بس يمكن بيدور على اهله ويدور على اخواته، مش يعني شيء صعب. بقى العادي انه فجاه حد يفقد اهله، يفقد اسرته، العادي ان طفل يتيتم في لحظه، بقى عادي، هما اتعودوا على كده. بس انا عايزه اقول والله انه الاجيال اللي شافت ده اللي هيبقوا رجاله، ورجاله قوي، وهما واللي فات واللي سبقوهم رجاله، وهيفضل فلسطين فيها رجاله، لانه الاوقات الصعبه هي اللي بتصنع رجاله. تخيلوا لو نفس الضغط ده حصل على الجماعه اياهم، على الكائنات اشباه البشر دول المجرمين، هتلاقيهم بيخطفوا اللقمه من بعض، هتلاقيهم بيدوسوا على اولادهم عشان ينفدوا بجلدهم ويطلعوا يجروا. عشان كده هم اغبياء، حساباتهم في رد فعل الفلسطينيين طلعت اوت. ليه؟ لان هم حسبوها حسب رد فعلهم، هم لو حصل كده هياخدوا ديلهم في اسنانهم وفلقوا وطلعوا يجروا. لا، دول مش كده، دول مش زيكم، دول مش جبنة، ما عندهمش خسه، ما عندهمش نداله، مش ما عندهمش انا وبس، ما عندهمش ده، بيقسموا اللقمه مع بعض. العيل من دول لسه صغير، لسه ما شبش من الارض عود اخضر، تلاقي حاضن اخوه راجل من صغره. هم بيحسبوها حسب معاييرهم هم، ما يعرفوش ان الناس دول غير، ما يعرفوش ان هم جبنة، وعندهم انانيه شديده، وهم اعداء انسانيه باختصار شديد. عايزه اكلمك عن التحدي اللي حاصل اللي بتتكلمي عنه ده، امهات زرعته. انا شفت فيديو الام مات لها 2 ومش قادره تتكلم، بتقول بتبتسم بتقول الحمد لله انا لسه عايشه، يعني
لسه هتكافح ولسه هتجاهد ولسه ربنا هيديها القوة والعزيمة والتحدي طول الوقت. عندنا خبر مهم جدا يا إيمان عايزين نتكلم عنه. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مهم منذ قليل، واطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة اللي بتبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمن عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة وجود رصيد مطمئن منها. وتناول سيادته كمان في الاجتماع جهود المضي قدما في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية واستكمال المشروع القومي للصوامع لتأمين مخزون كافي من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، مش بس شهر ولا اتنين، على مدار العام، وده في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري. كمان وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع على ضرورة توفير احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك إن شاء الله بما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري. وجه سيادته كمان ضرورة توفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طن للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وده في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات. خبر يطمئن الناس، ما تخزنوش حاجة، ما تقلقوش، عندنا ما يكفينا إن شاء الله طول العام. بصي احنا بنجهز لرمضان من امتى؟ من قبل الهنا بسنه، زي ما بيقولوا كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود علينا الايام بخير. انا عايزه بس اقول حاجه، شايفين القياده السياسيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل القائمين على رعايه هذه الدوله، الامناء على هذه الدوله بيشتغلوا جوه وبره بالتوازي مش بالتوالي، بندعم جوه وبندعم بره، بنساعد جوه وبنساعد بره، مفيش حاجه نقصتنا، وباذن الله وبفضله وبعون ربنا وبرجال شرفاء شغالين طول الوقت لا يكلوا ولا يملوا، مفيش حاجه هتنقصنا، ما تخافوش. انا بس عايزه اقول للجماعه اللي هم بتوع ايه، هو احنا بنجيب سلاح ليه؟ هو احنا بنجيب طيارات ليه؟ هو احنا مش عارفه بنعمل؟ عرفتوا دلوقتي انكم مدينين باعتذار للرجال اللي حافظوا على البلد دي، اللي هي النهارده مصر واقفه بتساعد جوه وبتساعد بره، لا تنهك ولا تكل ولا تمل، بفضل ربنا سبحانه وتعالى اولا، وبفضل رجال شرفاء صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اخواتنا واولادنا اللي قاعدين جاهزين على سلاحهم بدباباتهم بطياراتهم باسلحتهم اللي هي ليها تصنيف عالمي من اقوى جيوش العالم جاهزين، وهي مسافه السكه قلنا وعملنا قد القول طول عمرنا رجاله. عايزه اقول ام كلثوم قالتها كلمه زمان، أنا إن قدر الإله مماتي لا ترى الشرق يرفع الرأس بعدي، والكلام ده للوطن العربي كله، مصر مركز تقل، مصر رمانة الميزان، مصر عمود الخيمة، مصر لن تسقط بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وإن سقطت لا قدر الله يسقط الوطن العربي كله، مصر هي القائد الحقيقي للأمة العربية، رضينا أو لم نرضى الأحداث هي اللي بتقول كده. أحداث بتقول كده والتاريخ بيقول كده، واطمئنوا، ورسالة السيد الرئيس كانت فيها طمأنة للشعب المصري كمان، إحنا في أمان ليوم الدين إن شاء الله. خلينا نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم. الحقيقة في خبر مهم جدا هنضمه لسلسلة نجاحات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قنوات On Time Sports، نجحت في الحصول على بث جميع مباريات منتخب مصر في التصفيات المؤهلة لكأس العالم على قنواتها الفضائية المفتوحة. هيبدأ منتخب مصر أولى مبارياته مع منتخب جيبوتي يوم الخميس 16 نوفمبر في استاد القاهرة، وهتنقلها قنوات On Time Sports. أما تاني مباريات منتخب مصر فهتكون قدام منتخب سيراليون، الكلام ده هيكون يوم الحد 19 نوفمبر في ليبيريا. حابين بس نأكد انه شركة أورا هي شريك أساسي في الحصول على مباريات المنتخب المصري. كل التوفيق لمنتخب مصر في مشواره في تصفيات كأس العالم، وإن شاء الله نصعد ضمن 48 منتخب هيلعبوا البطولة دي في 2026 إن شاء الله،
كل تمنياتنا لمنتخب مصر بالفوز بكأس العالم قدها وقدود. ومبروك طبعا، ألف مبروك لأون تايم سبورتس وشركة أورا، ونتمنى طبعا لمنتخبنا منتخب مصر الفوز بكأس العالم إن شاء الله، ويكونوا يفرحونا كلنا بإذن الله، وده خبر حلو الحقيقة. طبعا طبعا طبعا. عايزين نقول بقى أنه الفترة دي معظم ولادنا الطلاب في صفوف النقل عندهم امتحانات شهر وتقييم في منتصف الترم، لكن نبص نلاقي أنه بعض أولياء الأمور بيتعاملوا بطريقة معلش يعني أكيد بدون قصد بس هي غلط، زي العقاب، الخصام، الضغط، منهم اللي بيوصل لمرحلة المقاطعة لمجرد أنه ما جابش المجموع المطلوب أو ما جابش زي ابن خالته وابن عمته وابن الجيران. عشان كده في بعض النصايح علشان نقدر نتعامل مع النتيجة اللي هي غير مرضية بالنسبة لنا، بس هي ربما تكون هي دي إمكانيات ولادنا، نتعامل صح. نصح شوية خبراء علم النفس بشوية نصايح بتقول إنه يكون في أول حاجة حوار هادي، نقعد نتكلم، نسمع كتير، نتكلم قليل، وتجنب الرد بطريقة عاطفية سواء فيها إنه تهوين أو تهويل أو غضب شديد. إنك تسمع بعناية لابنك أو بنتك وتحاول تفهم إيه الضغوط، طب إيه الصعوبات، طب الكلام ده حصل ليه، لو بيواجه صعوبات نقدر نحن نعدل نصلح ده إزاي، سواء صعوبات في الدراسة، صعوبات مشاكل نفسية، ممكن الجو العام مش مريح أو مش مساعده على المذاكرة، هي تكون السبب الأساسي في اللي إحنا وصلنا ليه. مهم جدا الدعم والتشجيع والتحفيز وتحديد الأهداف، وإن إحنا نراجع كمان طريقة الدراسة وتنظيم الوقت، ممكن يكون تنظيم الوقت فيه مشكلة، يعني نقعد نفصص الموضوع كده، نفك المشكلة عشان نعرف سببها إيه. صحيح زي ما انت قلت يا مان، امكانيات ولادنا ايه؟ يعني انت بصي برضو الامكانيه ابنك او بنتك، وكوني صريحه مع نفسك، مش تعاقبيه بالمقاطعه وانك ما تكلمهوش وانك تعايريه وتقارني مع اصحابه واهلي، يعني ولاد عمه ولاد خاله، لا، فكره امكانيات ولادنا دي مهمه. عشان كده في ناس بتعمل اختبار قدرات لما تيجي داخله المدرسه وتحس في صعوبه معينه لابنها، بتعمل له تخش مركز اختبار قدرات وتعرف قد يكون الولد مبدع في حاجه، فيها فن، فيها كتابه، فيها عربي، فيها شاطر في الماث، انت تقدري تعرفي امكانياته من غير بقى ما تقعدوا تكسروا فيهم وتقولوا لهم كلام يكسرهم ويحطمهم، وكل ما يجي يذاكر يحس ان هو عمره ما هيرضيكي ابدا، ان ماما وبابا دول صعب ارضائهم يعني، فخلينا نعملهم بالحسنى وبحوار هادئ زي ما قالت مام بالظبط. ولازم ان احنا دورنا الاساسي ان احنا نكتشف مواهب ولادنا، ربنا سبحانه وتعالى خلق زي ما خلق كل واحد ليه بصمة، مفيش اتنين على سطح الأرض عندهم نفس البصمة، كمان خلق لكل واحد موطن قوة، موهبة، نعمة، ملكة معينة مش موجودة عند بقية الناس. دور الأب والأم اكتشاف الملكة دي، مش النقد المستمر، لا، بدل ما ننقد بشكل مستمر ندور فين موهبة ولادنا، هنلاقيها، لأن ربنا ما خلقش حد معدوم الموهبة، معدوم الملكة، معدوم النعمة، نلاقيها. أنا أذكر إن كان في واحدة زميلتي في المدرسة، البنوتة دي كانت درجاتها بعافية قوي، وكانت دايما مامتها زعلانة منها كحك كل شهر. طب لحد ما جت في مرة قررت تكلم معاها، وقرب إعدادي كده اكتشفت إن البنت الحصة الوحيدة اللي فالحة فيها الرسم. البنت دي صديقتي وصاحبتي وعشرة عمر، النهاردة عايزة أقولك المعارض الفنية بتاعتها بتطلب بالاسم في ألمانيا وفرنسا وفي أرجنتين وراحت بلجيكا لسه كانت من قريب، فنانة من الطراز الأول ومش ملاحقة على الشغل. كمان واحدة صديقتنا كانت سباحة يعني درجة أولى، هي مركزة في السباحة وخلاص، ممكن تكون درجاتها متوسطة، اللي هي مش يعني لازم تبقى متفوقة ونرد، لا، دوروا إنه، وده بيبقى مصدر أكل عيش ليها بعد كده، هي مش الدرجات هي اللي هتحدد مستقبلها، ده اللي هيخليها متميزة، وده ذكاء الأم أو الأب إذا كان مين اللي بيراعي الموهبة دي. في كتير أبهات وأمهات بيقفوا في ظهر ولادهم عشان ينجحوا ويتألقوا، وكمان ده يربطنا بالتقرير اللي هنشوفه دلوقتي. يعني هند ممكن تكون مش رائعة قوي في الدراسة، لكن تحولت لصبي ميكانيكي هايل، صاحبة ورشة صيانة سيارات، وقدرت تغير حياتها كلها، واجهت كتير من التحديات خاصة في التعامل مع الصنايعية، بتقف مع صنايعية بنت بمية راجل، يعني بنت مصرية جميلة. تعالوا نروح نشوف التقرير ونرجع تاني. اسمي هند أحمد،
خريجة خدمة اجتماعية وكملت لغاية ما أخذت ماجستير إدارة تربوية. عندي 37 سنة، بشتغل في الميكانيكا بقالي 10 سنين، اشتغلت في مراكز صيانة وسنتين فتحت لوحدي ورشة لوحدي يعني الحمد لله. جات لي فكرة ازاي؟ والله أنا بابايا وأخواتي بيحبوا العربيات جدا، بس أنا بيحبوا السواقة يعني بيحبوها كسواقة، لكن أنا حبيتها كميكانيكا يعني، وفي حاجة في العيلة بس أنا ما حبيتش السواقة، أنا حبيت الميكانيكا أكتر يعني. وابتديت بقى أشغل فيديوهات وأتعرف أكتر عن الميكانيكا. أكتر حاجة كانت صعبة بالنسبة لي إن أنا ألاقي مكان يقبلني إن هو يعلمني، فلقيت كان أبو صاحبتي عرض، كان بيشتغل في مركز صيانة وكده، وعرض عليا إن هو ياخدني وأشتغل في المركز وعند باشمهندس بلال وتعلمت. وواحدة ورا واحدة وتنقلت من مركز لمركز لغاية بقى ما فتحت لوحدي. الصعوبات اللي واجهتني إن أول حاجة إن أنا ألاقي حد يعلمني أو يشغلني عنده بمعنى أصح. تاني صعوبات إن حد بقى إن الأسرة تقبل الموضوع، وما فيش غير والدي بس اللي قبل الموضوع. إخواتي طبعاً اعترضوا جداً، بس الحمد لله لما والدي وقف معايا وكده قدرت أتخطى الصعوبة دي. ان انا بقى الاقي حد يعلمني برضو دي كانت صعبة جدا، لكن الاصحاب والجيران الناس دي يعني زقوا معايا واشتغلت. ان حد يلاقي بنت بتصلح له في العربية، فهو كان بيبقى قلقان ومتوتر في الاول يعني، بيبقى واقف واخد باله من كل حاجة، طب ربطتي دي، طب سبتي دي، طب كده. لكن بعد كده لما بيشوفوا الشغل خلاص بيقتنعوا وبيطمنوا. تاني صعوبات تانية ممكن نظرة الناس بقى، يعني نظرة الناس ليكي، انت ايه اللي خليكي تعملي كده، او تفكير الناس، التفكير بتاع المجتمع ذات نفسه ان هم مقسمين الشغل شغل رجالة وشغل ستات. هو ما فيش ولا شغل ستات ولا شغل رجالة يعني، اللي بيعرف حاجة بيشتغلها. الناس لما اطمنت لي وعرفت شغلي فبقيت بطلب بالاسم باشمهندسة هند، والناس اللي بتجي لي هنا طبعا وانا معظم شغلي عمارات، فاكيد ما حدش مش واثق فيا مش هيجي لي يعني. اي حد عنده حلم او مشروع لازم يبدا ويحط اول خطوه عشان يقدر ينفذ، لكن طول ما انت بعيد وباصص للموضوع ان هو صعب من بعيد، هو فعلا صعب، بس انت عمرك ما هتقدر تعمل حاجه الا لما تحط رجلك اول خطوه وتبدا وانت مش خايف. اهم حاجه ان انت ما تبقاش خايف. تسلم ايدك اللي تتلف في حرير يا هند. بجد انا يعني يمكن حكايه ست ب 100 راجل، انا بشوف ان الراجل كلمه راجل دي صفه مش نوع، يعني في ذكر رجل وفي ست رجل، لان الرجل هو اللي عنده مسؤوليه وعنده التزام وعنده تحدي وعنده صبر وبيشتغل وبيجتهد وبيجد ودقبه، فهي دي الرجوله. بسميها ست بمية. ست بمية. بالظبط كده. فعلا كده، لان هم ما شاء الله بناتنا رافعين راسنا يعني. ودي برضو اكتشفت موهبتها، ما مجريتش بقى قالت لك لازم دي ممكن تخش الكليات الجديده بتاعت التكنولوجي والميكانيكا والحاجات دي، المدارس الصناعيه اللي عاملاها الدوله يعني. شجعوا ده، شجعوا ده في ولادكم، ما تكسفوش، مفيش حاجه تكسف، مفيش حاجه اسمها كليه القمه. هي في انا ابقى قمه في ايه؟ ابقى قمه بقى يا ربي انا بعمل شويه فول حلوين ولا شويه طعميه ولا ميكانيكي شاطر، يعني في اي مجال. كل واحد يسال نفسه انا بعرف اعمل ايه، انا بعرف اتقن ايه، وده يبقى بدايه اهو، مفتاح بدايه اكل عيش، وربنا يحسن سوق الناس كلها يا رب، ويعني يخدر عتبتها ان شاء الله. الورشه هتكبر. زي الاخضر الحلو اللي انت لابساه ده، جميل قوي. انت عيونك حلوه. النهارده طبعا زي كل ثلاثه هيبقى اول فقراتنا مع دكتور عاصم فرج استاذ الجلديه والتجميل، والبرنس هيكلمنا عن احدث طرق علاج البشره والشعر، لان كل الناس بتشتكي من دول عن مواضيع الجلديه ونعمل ايه في البرد وتغير الجو شويه. بعد كده كمان عندنا فقره مهمه جدا بمناسبه انه النهارده ده اليوم العالمي لمرض السكر، منورنا دكتور إيهاب نبيل عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء. كمان هتشوفوا معانا في الفقرة أبطال
أطفال قدروا ان هم يتحدوا اصابتهم بمرض السكر وحققوا نجاحات رياضيه كبيره. الاطفال هم مازن وجدي ولينا محمد ومحمد مصطفى. اما اخر فقراتنا محمود سعد طبعا وهو يعني بيلعب باعصابي وعارف انا بحب السبانخ وجبنه الحلوم فعامل عجينه كده او معجنات وفطاير لطيفه بالسبانخ وبالجبنه. نطلع فاصل ونبدا اولى فقراتنا ان شاء الله. حقيقة بدأنا نتواصل مع وزارة الشباب والرياضة ولقينا تعاون غير مسبوق. يعني أنا بتعامل مع حكومة كتير الصراحة التعاون كان كده عندهم مشاريع كتير جاهزة اوريدي ومستنيين بس جزء من التمويل ليها. في مشاريع كانت قائمة ومشاريع لسه بتبتدي منها. احنا بالتالي بدأنا النهاردة وقعنا البروتوكول. أول حاجة إن احنا بندعم الأبطال الأولمبيين بمبالغ مادية لما يحققوا ميداليات إن شاء الله في أولمبياد باريس 2024، وفي 1,000,000 جنيه خصصناها للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي. وده مشروع برضو من الحاجات اللي احنا فخورين وان احنا كان لنا مساهمة فيها، ان دي بتعد أبطال خلال 10 سنين الجايين. يعني بس مش بنتكلم على السنة اللي جاية، احنا بنتكلم ان أبطال الصغارين بنعدهم نفسيا وذهنيا وبدنيا وفنيا ان هو يقدر في البطولات القادمة ان شاء الله يقدر يحقق ميداليات. مثل هذا التعاون اللي بيتم ده شيء الحقيقة احنا محتاجينه فعلا بشدة، وكمان في ظل المشروعات القومية المعمولة الشباب بتاعنا مش عاوزين يسيب بلده، يعني ما يحسش بأي نقص، وده اللي بتقوم به الشركات الحقيقة القطاع الخاص. فهو التعاون ده تعاون مثمر ولصالح البلد ولصالح الرياضة المصرية، واحنا بننتظر كمان اكتر ان شاء الله ان رجال الاعمال يدخلوا في قطاع الانديه وتتكون الشركات بقى رياضيه وتبقى فعلا الرياضه قائمه على مجموعه الشركات دي وتضخ فيها ايضا اموال، ويبقى الانديه بتاعتنا على نفس المستويات العاليه اللي احنا كلنا بنأملها ان شاء الله. معالي الوزير كان عامل شراكات مع بعض الكيانات الاقتصاديه السنه اللي فاتت او من سنتين ثلاثه قبل اولمبياد طوكيو، فابتدينا نمشي على نفس الدايركشن ان يبقى في معانا كيانات اقتصاديه وتجاريه كقطاع خاص يشارك معانا في بناء هذا المنتج اللي هو اللعيب او البطل اللي حقق ميداليه سواء عالميه او اولمبيه باسم مصر. يعني النهارده احنا بنوقع بروتوكول تعاون مع شركه كريد للتنميه العمرانيه احد الكيانات الاقتصاديه الكبيره، ومن الجانب المعنوي والمسؤوليه المجتمعيه من ناحيتهم انه يشاركوا معانا في هذا البروتوكول بدعم 5,000,000 جنيه، وفي 5,000,000 تانيين في بروتوكول تاني بنعمله معاهم في خلال شهر ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. في دراسات حديثه بتكشف عن وجود علاقه بين مشاكل البشره وفصل الشتاء. تلاقي غالبيه الناس اول ما يجي فصل الشتاء يهل كده يبدا يكتشف مشاكل جلديه ما كانتش موجوده قبل كده. مش هطول عليكم عشان معانا يعني برنس الجلديه في مصر دكتور عاصم فرج استاذ الجلديه والتجميل. منورنا. انت اللي منوره يا منى، وعايزين نستفيد على طول بعلمك ونرد على اسئله الجمهور. ازيك يا منى؟ ازيك يا دكتور؟ الله يخليكم. بس بصوا، مع الشتاء في كام واحد عيان بنسميه أصدقاء الشتاء، مش هو اللي صديق الشتاء، المرض بتاعه يجي في الشتاء أكتر، أهمهم الجلد الجاف. الجلد الجاف هو حافظ، واللي عنده قشر في شعره هو حافظ، والصدفية هو حافظ. يقول لي ده أنا لو كده دلوقتي بعد شهر يا دكتور عاصم الدنيا هتبقى تعبانة جدا. فيحصل إيه؟ بتاع الجلد الجاف ده يخلي باله. الجلد الجاف التأتبي بالذات يبتدي يهرش أكتر. يبتدي يهرش أكتر وأكتر وأكتر. والخبر اللي حلو فعلا وكنت عايز أقوله لكم، إن في مجموعة جاك إنهيبيتور، جاك اللي هم من أول أولوميانت بارسيميانت، كل دول بيوقفوا الهرش في خلال 4-5 أيام. دول من الابحاث الجديده بتاعت الجاك انهيبيتور، بس
ضروري نطر الجلد، ضروري ندهن مرطبات، ضروري ما نبطلش دهان المرطبات. الناس بتوع الاكزيما التقطبية دول انا قلقان عليهم دايما في دخول الشتاء، العيال تقعد تهرش جامد 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 جامد، اول ما هنديهم الجاك انهيبيتور، بس ما حدش ما بنديش الا بعد سن معين 14 15 سنه بس انا عايز اقول لكم برضو هي نسبتهم كام في الناس؟ 31%. ايه ده رقم كبير. تلت الناس اللي في هنا في الاستوديو لو قفلت الاستوديو وقعدت هطلع لكم التلت عنده. يعني ما هياش مرض. طب وراثه يا دكتور؟ ايه وراثه؟ هي فيها عامل وراثي في، عشان كده كنت بهزر، كنت اللي جايه دي هزار، اقول لما الحد يروح يخطب وهو عنده جلد جاف تقطبي اتوبيك يتاكد ان حماته وحماه مش قاعدين يهرشوا. وده هيتاكد منها ازاي بقى؟ اللي هي سهله قوي. سهله جدا. تحطيهم في ستريس، قولي لها مش هدفع مهر ولا هدفع بتاع، او يبتدي يقرص. على فكره ده مش هزار، ده لما بتوتر نفسيا يهرش. تو ستيموليت زم سهله قوي. ده انا هقول لك حاجه اسهل. حلو. يعني بس مش ضحك اللي جاي، اللي رايح يخطب يركز معانا. لا والله انا ما بهزرش. أي. لو انا هرشت قدام اي حد اتوبيك كده هو حتى كده بالهزار هيوه. حلو. يعني تحس ان انت بتتعدي الفكره عاده مش لل هيهرش. ايوه. فدايما تو اكسبوز زم او ان انا ديسكفر زم سهله قوي. ابتدي اهرش كده هنا، حتى اللي لابسه باروكه تحط صباعها وتهرش. يعني ملهاش حل، ما تقدرش العاده دي تعمل. لو هما الاثنين بقى طلعوا اتوبيك في العيال، المنطقه العيال كلها بقى كده هيطلعوا فيها العيال. يعني عايز اقول لكم ان الترطيب دول كلهم اهم شيء، ضروري رطبهم. امال ايه حكايه الجاك دي؟ الجاك انهيبيتورز دول اربع مجاميع جاك انهيبيتور في السوق دلوقتي، من اول السبينكو يعني بارسيميان، حتى واخدت ابروفال الاولوميان. كل دول على بعض اخرهم يان يان يان. بس يعني هما مجموعه فيها عيب، بس مش يعني مش هعرف اقوله. غاليه اكيد. اكيد غاليه. عايزين برضو جنبها حاجه مصري كده يعني نشجع فيها مصر. بارسيميان الجينيريك. الكل دول الجينيريك. الجينيريك ده اللي هو اساسا دول للثعلبه اللي في الشعر بقت مشت في الاتوبيك. يبقى فبعد 18,000 و52,000 البارسيميتر كده ب 4,000. طب ما حلو. طبعا. ولسه معلش نقول معلش ونمشي حالنا زي ما بيقولوا. لانها مش على طول، بس نمره واحد رغم بتشتغل في الثعلبه حلوه قوي، بتشتغل في الاتوبيك درماتيتس وتوقف الهرش. كلمه الهرش وقف ده يا دكتور عاصم ما كنتش اسمع. لا والثعلبه ما كانش ليها حل، يعني ما كانش ليها ابدا. حضرتك كنت بتقول لنا يعني ده هيحصل في ده دلوقتي بقت 100%. السوق عايزين نقول طبعا كل اصدقائنا على الصفحه ابتدوا يكتبوا، متابعين حضرتك وعندنا اسئله كتير واحنا لايف دلوقتي على الصفحه. ناديه ابراهيم بتقول يسعد مساكوا احلى ستات والدكتور منور، سؤال شفايفي ناشفه ومقشفه وبحط عليها طول الوقت، طبعا الناس بتشتكي من الحكايه دي في الشتاء، بحط عليها مطري من زيت الزيتون، راي الدكتور ايه؟ وصديقتكم من الاردن بحبكم واحنا بنحبك يا ناديه. واحنا بنحبك جدا في الاردن. وعلى اسم الغاليه الهانم ربنا يخليها. ديت هندهن ديرماكتيف ريبير. ديرماكتيف ريبير برضو الديرماكتيف مجموعه على زي كلام مجموعه رخيصه. السعر دلوقتي هو الماستر بي، اهم حاجه في السعر. والواحد بيكتب الروشتة تلاقي العيان نطت عينيه وجت جنبك هنا. كام دول يا دكتور عاصم؟ كام دول بتحسب؟ هي طبعا. العداده بتحسب، في فيلم اسمه كده وايه العداده مش عارفه ايه. الحسابه بتحسب. عادل امام الجميل صح. فهو دي بيحسب ورا بعض ورا بعض. يا نهار اسود، اول ما تلاقي ثلاثه اربعه الدنيا بتبقى غاليه قوي. انا بقول للستات وللبنات استثمري في نفسك، ده اعظم استثمار الحقيقه. بس يعني تختار الصح. في حاجات غاليه ملهاش حل. صحيح. انما الدرواق السوق اتملى. احنا عايزين نشجع المصري يا دكتور، يقول لنا برضه. وانا اهم حاجه ان دول صناعه مصريه.
الدرماكتيف والحاجات الجينيريك دي كلها صناعه مصريه. يعني كده زي ما بيقولوا 100%. في هنا سؤال عن انه غمقان البشره اللي هو بيكون سبب جفاف البشره اصلا. وده يخليني اسالك سؤال يا دكتور ما اعرفش خطر على بالي. هو الجلد بتاعنا له مناعه وبتختلف من شخص للتاني؟ طبعا مناعه الجلد ده مع تكرار الانفكشن يعني كل اسئلتك طبعا بتبقى محتاجه تفكير. فده المناعه مع تكرار الاصابه بيفقد مناعته. بس في مناعه موضعيه وفي مناعه عامه. كويس. المناعه العامه دي اللي هو يصاب في كل حته في الجسم. يصاب في كل حته. مناعه موضعيه زي الاتش بي في مثلا ديت لو الورم الحيوي البشري بالفيروسات والفيروس الهربس زوستر اليومين دول انا ما اعرفش ماله. يعني داخل فينا بصدره داخله انا مش فاهمها. بيصيب اي حته في الجسم يا دكتور. والهربس زوستر جبار. فانا نصيحتي لكم للناس كلها اي حد يحس بالم ماشي كده الم غريب عليه معلش يروح لدكتور الجلديه لحسن يطلع هربس زوستر او الحزام الناري. طبعا الحزام الناري ضروري يتعالج في اول 3 ايام. اول 3 ايام لو اتلحق اول 3 ايام اللي هو بالبارسيميا بالمتاسف فالتريكس 2 قرص 5 مرات في اليوم 3 ايام مش هيلاقوه. انما العيب في اليوم الرابع لو استنت قالت لك اتمكن مس العصب يعني هتعض في الارض. على فكره مش ببالغ. لا لا ده حقيقي. الالم بتاعه حاجه تصعب على اي حد. المهم ان اليومين دول من المتغيرات في الشتاء ومع دخول الشتاء برضه الحزام الناري ده صحيح سواء باين او جوه مثلا الفم ولا حاجات من دي. هو بس انا بخاف كمان من الحاجات اللي جنب الودن جنب العين نظر بتضيع النظر لو جداً هي جداً سكتنا جداً. عليها بتضيع النظر. ناخد العلاج وبعد كده ربنا يسهل. طيب حضرتك قلت كمان في مره قلت ضروري نغير المرطب من يعني غير بتاع الصيف يعني مرتب الشتاء غير الصيف. هو التعود على المرطب سؤال ما حدش فاهمه لغايه دلوقتي. ما اعرفش في تعود ولا لا. في تعود مع الكورتيزون. يعني ايه تعود؟ لما انا اتعود على حاجه تفقد قوتها. صح. يعني حاجه وغالبا بتقول كده ساعات في الشامبو في الناس كمان يعني التعود على حد بيفقد وحشته. وهنا برضو في الكورتيزون التعود على أنبوبة الكورتيزون بيحصل حاجة مهمة جدا مكلكعة شوية اسمها التاكيفيلاكسس. إنما بيحصل يفقد كل كفاءته يدهن أكنك مش بتدهني حاجة. فعايزة إيه ندهن مرتين زيادة شوية تلاتة أربعة. فبيحصل حاجة اسمها إدمان للكورتيزون. والأدكشن ده هل بقى الترطيب فيه الصفة دي؟ أنا أعتقد فيه. يعني فنعيد مع بعض مرة واثنين وثلاثة نغير نوع المرطب. وده من أقوى الأسئلة اللي الواحد ممكن يسمعها. نغير نوع المرطب أو طريقة استخدامه. طب واللي بشرتهم دهنية محتاجين ترطيب برضو؟ يا سلام. نوع ترطيب تاني. نوع ترطيب تاني حتى في الريبير اللي أنا بقوله في ترطيب بشرة دهنية. الترطيب البشره الدهنيه زي حب الشباب. هو حب الشباب محتاج محتاج حب الشباب محتاج يا دكتور عاصم ترطيب طبعا. الايزو بيعمل نشفان. الايزو بيعمل جفاف. كل ده بيعمل الترطيب اللازم. طب في دعاء بتسال بتقول هي عايزه تعمل هايفو للوجه والمنطقه الدبل شين والدقن وكده تعمله ولا في حاجه احسن؟ هايفو الأسيرة بس برضو الأنسرة أمريكاني. الأنسرة غالية. غالية بس منه. غالية زاد على اللزوم. الفرق فدكاترة عارفة دكاترة في مصر برضو بيشغلوا مخهم زيادة على اللزوم. عملوا حاجة اسمها أنسرة هايف. يعني عملوا دمج ما بين الاثنين. يعني هم مع بعض حاجة اختراع مصري ده. يعني لو بتقول وده لا حضرتك معاه ولا ضده؟ معاه. معاه جدا. ده بينزل بالثمن للربع. يعني الحتة الكبيرة اللي ما
هو ايه الفرق بين الألثيرا والهايفو؟ ده اهم سؤال. الألثيرا انت شايفه انت بتخبطي فين؟ وده مهم طبعا. اغلى شويه حاجات بتقول معاه شاشه يا منى كده باين فيها البارير كده اهو، فبشاشه او تك هنا بخبطها. الهايفو بيشتغل عمياني، عامله زي في النشان حركات اللي هو تحط كده وبتيجي تنشن وبيخمولها عينيها فبيب تقوم ضربه بس عشوائي. بتيجي هي بتيجي مع كل خمسه بتيجي واحده صح، انما شفتي لكن الاثنين مع بعض بيعمل رخيصه بتنزل. اصل لو اقول لكم الفرق السعر هتمشوني من البرنامج، 22000 و 4000 ربع، اقل من ربع. الألثيرا اللي هو احنا بندفع فلوس الاختراع، مش بندفع فلوس الكفاءة، بندفع فلوس الاختراع. لا بس عندك الكفاءة وعندك ما شاء الله الدكاترة المساعدين يعني مخهم ناصح. هو ده على فكرة اختراع مصري يعني، اصل دكاترة في مصر وبيعمل نفس النتائج في عدد جلسات. يا عم انت بتحرم يعني، ده العيانة بتقولي بتعمل الاثنين. ايه سلام، انت عرفتيها منين يعني؟ من كتر ما اتكلموا بعض صحباتها وبتاع، تروح يا اخويا ده بتاع اعملي الاثنين. ده خبر حلو من خلال برنامجنا تيبس للستات اللي بيشوفونا. ايوه صح. طيب عندك بقى معجبه او حد متابعنا روز من الكويت، بنحييك يا روز واهل الكويت. عندها سؤالين، ان هي بعد ما اتجوزت جالها حب شباب رجع لها تاني، ومشكله الشعر الخفيف. والله حلو السؤال ده. هل ممكن يرجع تاني حب الشباب؟ هو مش رجع، هو ما راحش. يعني انا اللي عايز اقوله الليت اونست حب الشباب ده يعني ايه؟ اللي بيجي متاخر يا روز. هو القاعده احنا الاول كنا اللي بيجي له عنده 18 سنه 20 سنه نقول له مش كبرت يا ابني انت على حب الشباب. دلوقتي حاجه و30 حاجه و40 حتى لو جه وراح يرجع تاني ممكن. هو طيب. ما راحش ما راحش. انما اللي عايز اقوله مره واثنين وثلاثه، لما بيجي ليت اونست الايزوتريتينوين يتاخد قرص واحد. حاسبه من النقطه دي. دي مره واحده بس، قرص واحد يوميا. يوميا لمده قد ايه؟ لغايه اسبوع اسبوعين يا روز. اللي اهم من كده بقى، هي بتقول معاها شعر خفيف، خد اكني حب شباب. شعر خفيف تعملي لنا يا روز بوليسيستيك تكيس مبيض. تكيس مبيض ده من نسبه 90% هيطلع عندها كده. طب ساعتها هنعالجها في حاجات اسمها جلوكوفاج وكده، هنغير العلاج لان دي معاها كده. دول رباعي كده او ثلاثي. طب مش التكيسات دي يا دكتور بيبقى معاها شعر في الدقن؟ ما هي عندها هنا شعر خفيف وهيبقى عندها تكيسات، ممكن تلاحظ بقى. وعندها شعر يبتدي يتقل وتملى شويه، تملى السنه سنتين، بتبقى مش عارفه هي بتملى ليه، بتدخل لي خصوصا في الحته تدخل يعني تبقلص السن. فهي اول ساعات يتبقلص الاول فتبتدي تعمل الكلام ده فالدنيا تمشي. منى اي حاجه خارج النص تضحك. ليه الاصطلاحات بتاعت الدكتور يعني؟ لا لا بس جميله ومقنعه. لا هو الدكتور بيشوف حالات كتير، بس انا عايزه اقف عند حته حب الشباب. مين اللي يحدد نوع الحبايه؟ ليه؟ لان ده ممكن يبقى حب شباب، ممكن يبقى هرمونز، ممكن يبقى ووردز نتيجه مثلا اتش بي في او حاجه، ممكن يبقى حاجات كتير. هو الدكتور بس هي يعني هي ما تجتهدش. الدكتور بس يعني. العينين عندهم سنس رهيب. خدي بالك رهيب، زائد الميديا زائد جوجل، الاثنين دول خلقوا جيل جديد رهيب. انت برضو مهما اقول لكم يعني ايه رهيب، مثقف ثقافه طبع. فابتديتي تتكلمي معاه من سنه رابعه يعني ايه سنه رابعه فوق خالص، لانهم عارفين كل حاجه ودريانين بها. يجوا امتى؟ لما يختلفوا مع بعض في العلاج. فالمهم هنا مرة واثنين وثلاثة واربعة حب الشباب، زي ما منى قال حب الشباب. الشعر طلع، الشعر هنا خفيف اللي هي تنحيف شعر الثالوث ده. الثالوث ده يقول لك احنا الثلاثة بنعمل كافلز حلو ده. الدهون الثالوث ده يتاخد معاه ضروري الجلوكوفاج سبيكتون كده 100%. طيب تمام. قبل ما يخلص الوقت عايزين نتكلم عن قشره الشعر، هل ليها علاقه برضو بالتغير الجو وكده؟ ده قشره الشعر اول ما ندخل في الشتاء
العيان عارف يبتدي تكبر تاخد مساحات شاسعة تاخد مساحات شاسعة. وديت أرجوكم محدش يحاول يشيلها لأنها هتشيل معاها الشعر على الدكتور بتشيل جذور الشعر نفسها بعدين أيوة بس ضروري نعرف ده أنهي نوع هو في كذا نوع شعر نوع قشرة دكتور عاصم خد السائد السكيل سكالب دي القشرة بتاعت اللي هي القشرة الأويل سكين وديت دي الاويل يعني الواحد يحط ايده كده يلاقي ايده مزيته بتبقى محرجه جدا 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 وتقع ساعات البنت تروح لمامتها تقول لها ماما عندي قشره في شعري تقول لها بيشطفي الكونديشنر حلو يا حبيبتي عشان تزيه ما انت عارفه ماما هي بالذات مامتها عشان تزيه يعني لازم الدكتور يحدد نوع القشره هي بقى ايه يحدد نوع العلاج هتاخد دي برضو ايزو وتاخد الانتي داندرف يعني زي فولتن انتي داندرف تاخد في حاجات كتيره انتي داندرف الاهم من كده وكده في نوع قشره خفيف جدا ومش بيتلمع وفي نوع اعتقد هنا مدام كوثر بتسلم عليك وبتقول لك بعد اذنك يا دكتور ابني عنده 23 سنه بيعاني من القشره فروه الراس وهو حاليا مجند في الجيش فخر شباب مصر والله. طبعا حضرتك عارف بيشيل شعره زيرو واول ما يبدا الشعر ينبت تظهر القشره مره ثانيه يعمل ايه في علاج بس هي حته زيرو دي هتفيدنا لان القشر بيبان وهو حسب نوع القشر لو هي في نوع كمان قشر صدفيه قشر الصدفية ده برضو في بيولوجيكس كتير من اول تريميفايا كوزينتكس ده انا لو اقعد اقول لكم بس الصراحة بقت سهلة يعني بيجي تخبط خبطة تك ما يبقاش عنده حاجة طبعا انا يعني طب كويس بس مش كويس بس هي كنت بتربطها بالاكزيما ايه علاقة القشرة بالاكزيما لا هو القشرة الناشفة دي بتاعت الصدفية لكن كنت بتقول وبرضه ليها علاقة الناشفة التانية اللي هي الاكزيما التأتبية السكيل سكان يعني هو الاتوبيك ديرماتايتس عنده قشر هنا عامل زي الردة ببران لايك يعني ايه بران لايك كده عامل زي بتاع الردة انما القشره التخينه دي والكبيره دي والناشفه دي بتاعه الصدفيه كلهم بيتعالجوا بنفس الطريقه يعني كل واحده الناشفه اتوبيك يبقى الجاك انهيبيتور اللي انا عمال اقوله الجاك انهيبيتور بيضيعوه ده بيضيعوه في اسبوع الثانيه بيعمل ايه وده مهمه شويه واثنين ثلاثه اربعه هياخد البيولوجيكس البيولوجيكس دلوقتي والجاك انهيبيتور اوعوا دول اللي قلبين الدنيا خالص مع الترطيب المستمر زي ما قلنا ديرماكتيف ريبير او مجموعه ديرماكت نشكرك يا دكتور ولسه هنكمل طبعا فصل الشتاء لسه بيزيد دخول الشتاء بيعمل خمس ست امراض بتزيد الناس يفتكروا ان الشتاء جه لما يلاقوا المارة بالظبط يعني لا هو يقول بقى الوقايه خير من يعني يقول لك الله ده الشتاء جه اول ما هتلاقي الصدفيه زياده اللي هتلاقي كده اويل سكين زياده القشره زياده الشتاء كلمنا المره الجايه عن الوقايه بقى من الامراض الجلديه عشان نشوف الوقايه شكرا ده انا اللي متشكر لكم دكتور عاصم فرج وسط الجلديه والتجميل وبعد الفاصل ابطالنا اطفالنا الجمال اللي مش بيحاربوا السكر بس لكن ابطال كمان في الرياضه هيشرفونا وينورونا في استثناء في الشيك لسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم في الستات ما يعرفوش يكذبوا هنتكلم عن مرض السكر مرض السكر بيتصاحب او نقدر نقول هو من الامراض اللي لازم نسيسها علشان نقدر ان احنا نتفادى اثار السكر مرض صعب حقيقي لكن مش بالصعوبة اللي الناس متخيلها بالعكس السكر مرض بيساعدنا اولا على تعديل اسلوب حياتنا بنبطل من خلاله العادات السيئة اللي هي ممكن تكون سيئة لأي حد ممكن تصيبه بأي مرض في أي فترة من حياته خصوصا في الأكل وفي الشرب وفي أسلوب الحياة لكن علشان نصاحب السكر ونسيسه لازم نفهمه الأول اللي فهموا السكر بجد قدروا إن هم يتعاملوا معاه ويسيطروا عليه وعاشوا حياة عادية جدا طبيعية جدا وحققوا كمان إنجازات كثيرة على مستويات مختلفة فقرتنا دي هنتكلم فيها عن السكر اولا بمناسبه انه النهارده اليوم العالمي للسكر وهنتعرف كمان على ايه هي مشاكله ايه هي انواعه لانه مش نوع واحد طب نعالج اثاره ازاي وازاي نتفادى اضراره ده اللي احنا هنعرفه حالا من خلال ضيوفنا اللي واجهوا المرض وقدروا ان هم يهزموه وما سابوهوش يغلبهم ابدا معانا لينا محمد ومازن وجدي ومحمد مصطفى
حبايبنا قاعدين على يميني، اهلا وسهلا منورنا. كمان مشرفنا ضيفنا العزيز الاستاذ الدكتور ايهاب نبيل، عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء واستاذ جراحه الاوعيه الدمويه. اهلا وسهلا بحضرتك خطوة عزيز. اهلا بيك يا فندم دكتور ايهاب، وخليني ارحب بحضرتك وبابطالنا كمان، لان هم مش محاربين للسكر بس، واحنا عارفين يعني ايه سكر بيجهد الاطفال عشان يروحوا يدرسوا ويذاكروا، لكن كمان ابطال، فبنحييكم 100 مره منورنا النهارده في برنامجنا. وهبدا مع حضرتك، يعني عرفنا بمرض السكر، واحنا عارفين انه ليه انواع، بس اللي بيصيب الاطفال هنا برضو انواع؟ اولا اسمحوا لي احييكم جدا ان في اليوم العالمي للسكر انتم مستضيفين ابطال جمال جدا، ما بقوش بيتسموا مرضى سكر، بقوا بيتسموا مسكرين. هم فعلا أيوة مسكرين، بيقولوا مسكرين دلوقتي فعلا، ده لفظ موجود. والحقيقه هم اكبر مثل، احلى كلمه سمعتها النهارده لحضرتك قلتيها، ان مرض السكر بيتصاحب. انا بعتبره المرض الوحيد اللي فيه جزء كبير من البلاسنج. معروف ان المعده من البركه والخير، معروف ان المعده بيت الداء، وكل العادات السيئه بتيجي من المعده ومن الاكل اللي احنا بنسميه جانك فود، واكل مش كويس ومش صحي. من الراحه وعدم الحركه، زي ما هم ابطال بيعكسوا القاعده، فلما بيجي سكر وبيمنعني عن الاكل اللي مش صحي، اللي هو بيكتشفوا النهارده ان الاكل اللي مش صحي من برجر والمقليات والحاجات دي كارسينوجينيك، بتعمل اورام سرطانيه. فربنا بيحمي مريض السكر ان هو بيبعد عنهم من الاورام، وبيبعد عن السمنه اللي هتؤدي الى كوليسترول اللي هتؤدي للقلب. فمريض السكر بالعكس عنده فرصه جميله جدا انه يلتزم، بيحطهم في النظام الغذائي السليم اللي لازم اي حد يتبعه، نظام وحركه. هو دي الصحوبيه اللي حضرتك بتحكي عليها، انهم هيصاحبوا السكر. هو ضيف تقيل، هنعمل له طلباته مش هنحس بيه. الضيف ده ما اكرمناهوش هيبتدي يغلس، وباين غلسته. فبالعكس ده انا عندي فرصه ان انا اوبلايجد ومضطر ومجبر اني اكل صحي، اني اكل في مواعيد محدده، اني اتمشى واتحرك والعب رياضه، خلاص بقى سكر ولا حاجه بالنسبه لي. نرجع لسؤال سعادتك يا منى هانم والرد عليه، احنا السكر انواعه ايه؟ طبعا هو الناس كلها عارفه ان هو نوعين، هو اكشولي هم اربع انواع. في سكر نوع اول، سكر نوع تاني، سكر ثانوي يعني نتيجه حاجه، وسكر الحمل. دي انواع السكر كلها، دي انواع كلها. اللي بيصيب الولاد المسكرين الجمال بيبقى اكتر النوع الاول، اللي بيصيب اكثر شيوعا في العموم هو النوع الثاني. اما السكر الثانوي فهو نتيجه حاجه حصلت، واحد خد كورتيزون فتره طويله، فهو يعني ثانيا للكورتيزون، لاخذ الكورتيزون. لو وقفت الكورتيزون هو مستعد يوقف، بيرجع السكر لمعدلاته الطبيعيه تاني. بالظبط، وسكر الحبل كذلك، وكذلك سكر الحمل. عايزين بس نقول للساده المشاهدين انه دكتور ايهاب فرصه موجود معانا على الهواء، واحنا مع حضراتكم لايف على مدار الفقره. اي سؤال خاص باطفال عندهم سكر، عندهم مشكله في انهم يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، اي سؤال واستفسار بخصوص السكر، احنا موجود معانا دكتور ايهاب يجاوب من خلال الفقره شمال، او حتى بعد الفقره كمان. تمام. عايز اسال حبايبي بقى، انا اعرف كمان ابطال في ايه، يعني هم مش بيحاربوا السكر بس، المسكرين اللي منورينا النهارده. لينا، انت بطله في السباحه باسكت بول، وبتعملي اكسسوارز كمان الحلوه اللي انت لابساها دي، كلمينا بقى عن البطوله، بتعمليها ازاي، بتنظمي يومك ازاي في المدرسه والاكل والحاجات دي؟ يعني مثلا انا لما بصحى مثلا بروح المدرسه باخد معايا جهاز السكر وكده، وبقيس مثلا في نص الحصه عادي، المستر مش بيقول حاجه او الميس، وبعد كده ممكن يبقى عندي بعديها على طول لوحدك تمرين. انت بتقيسي خلاص، بتعرفي. حلو. بعديها مثلا ممكن يبقى عندي تمرين، ممكن اكون واخده معايا لانش بوكس او كده، وباخد انسولين، بعد كده اكل، وهكذا بقى اليوم بيمشي كده. بتاكلي براحتك وتقولي هاخد الحقنه ولا لا حافظه زي ما الدكتور بيقول؟ ايوه زي ما الدكتور بيقول. حلو. طيب ومحمد؟ بصحى الصبح على المدرسه، بروح المدرسه عادي. انت بطل في ايه بس؟ ايه الميداليه الجميله اللي انت شايلها دي؟ ميداليه ديت كاراتيه، دي بتاعت تلعب كاراتيه؟ جامد كده. ما شاء الله. دي بتاعت كاتا، ودي بتاعت كوميتيه. كاتا وكوميتيه، برافو عليك. وعامل حزام ايه؟ لونه ايه؟ اخضر. لسه حزام اخضر بس كويس، قربنا اهو، فاضل لنا حزامين صح؟ بني والاسود. طب سنه ايه؟ يونج 3.
طيب انت جالك السكر من امتى او بقيت مسكر كده من امتى؟ وانا عندي 3 سنين بالظبط. 3 سنين؟ طب ده يعني هنا بقى يعني ماما اكيد بتحكي لك انت لو فاكر يعني ماما بتنظم حياتك واكلك ازاي؟ احكي لنا عن المجهود اللي بتعمله. بصحى الصبح على المدرسه باخد اللانش بوكس بتاعي وحاجتي وجهازي وبروح المدرسه عادي، بتبقى ماما مدياني الانسولين بتاعي، باكل وبرجع. لما برجع من المدرسه بيبقى عندي واجبات طبعا بتاعه المدرسه بحلها، ولو عندي برضو تمرين بستنى التمرين يا اما الساعه 3 يا اما الساعه 5. الساعه 5 بروحه، برجع الساعه 7:30 بتاع الكاراتيه بتاعي وبرجع وبكمل يومي طبيعي عادي. انت اللي بتدي نفسك الحقنه ولا لا لازم مامتي اللي بتديها لي؟ ماما بتديها لك. طب والحقنه اللي بتاخدها معاك في المدرسه مثلا لو حصل حاجه؟ لا ما باخدهاش، ماما بتيجي معايا المدرسه بتديها لي بنفسها. طيب ومازن انت الميداليه دي في ايه؟ في الكونغ فو. انا كده بدات اخاف. ليه اخترت الكونغ فو؟ هو انا جالي السكر في شهر 6/2020، بعدها رحت مع دكتور تامر سليم تابعت معاه. جالك السكر في 2020 ولا اكتشفت ان عندك سكر في 2020؟ لا انا اكتشفت ان هو في 2020. ايوه هو كان جاي قبلها بس ما اكتشفتوش. بعدها رحت للدكتور الاول، اصل السكر كان 430، قال لي لازم تتحجز. اتحجزت في العنايه المركزه 9 ايام، وبعدين طلعت تابعت مع دكتور تامر سليم، قال لي لازم تلعب رياضه. قعدنا بقى ندور ما لقيناش غير، لقينا يعني الاقرب رياضه لينا واحنا حبيناها رياضه الكونغ فو. كويس. عند الكابتن محمد دياب، هو بيتعامل معانا كاننا احنا اولاده. حلوه. احنا رحنا بتوع العنايه، مين اللي كان قاعد بيراعيك فيها؟ مش فاكر اساميهم الصراحه. يعني من الاسره ماما بابا؟ لا الصبح كان بابا بيجي يقعد معايا لحد اخر اليوم. بعدين ماما بقى بتيجي تبات معايا، وبعدين الصبح بابا يجي. طب الكاس الحلو ده بتاعك مش كده؟ احكي لنا بقى جه في ايه الظروف اللي خدتها فيه؟ احنا ديت واخده في بطوله الدوري الافريقي. ما شاء الله حصلت على المركز الاول وحصلت على الكاس ده. ما شاء الله. الف الف. وكان الماتش قصاد مين؟ لا هو انا ولعبة الاساليب منشقه لقسمين، قسم سنده وقسم اساليب. السنده ان انا بخش زي الكاتا والكوميتيه كده في الكاراتيه. السنده بخش قتال قدام واحد، انما الاساليب انا بحفظ مجموعه وانزل اديها قصاد حكم وبيديني الدرجه. برافو. فانا بلعب بقى اساليب. انا عايزه اسالكم سؤال، معلش سامحوني فيه. بابا او ماما عندهم سكر؟ لا لا خالص. لا فاذا مش شرط ان يكون الموضوع وراثه. فبيحصل ليه ده يا دكتور، او ايه اللي بيعرض طفل اكتر ان هو يكون اكتر عرضه للاصابه بالسكر؟ تمام. هو الحقيقه انا عايز احيي باباهم وامهاتهم والافاضل والداتهم لسببين. اول سبب ان هم تعدوا مرحله الخضه وعرفوا ان ده قدر وهنتعامل معاه، وبيتعاملوا معاه بهذا العظمه وهذا الاسلوب الجميل، ومطلعين يعني الاولاد اللي يفرحوا ويشرفوا دول. صحيح. تاني حاجة، في مسؤولية كبيرة قوي على عاتق الأب والأم غير العلاج، ودي على عاتق أي واحد عنده مريض سكر في البيت. إن هو يراعي شعوره، إنه ما يحسشوش إن هو مختلف. يعني ما ينفعش مش في أكل ليه لوحده وأكل للبيت لوحده. أم عندهم سكر، أخ أو أخت عندهم سكر، طفل عنده سكر في البيت وأنا عندي في التلاجة مليانة سكريات. وزي ما بيقولوا سويت هوفر ايترز، يعني زي المكنسة الهوفر اللي بتقش السكريات في البيت. يعني الاب قاعد ياكل تورته او بسبوسه قدامه، لا بالعكس كلنا بقى بنتكاتف ان احنا نعرف بنعذب الطفل حرام، لازم نخلي اكله. والكبير صدقيني لو واحد كبير شاب او شابه مدموزيل او رجل في مقتبل العمر او رب اسره او ام وممنوع عليها ده، وباقي البيت كله بياكل ده، تقعد تتغدى على السفره اكل صحي وزي ما هنقول في قواعد ليه، وهم بياكلوا مقليات وبانيهات ومكرونه بشاميل وكلام من ده، ده مش منطقي. لان هو دي هتبقى فرصه جيده ليهم اعتقد ان هم يعدلوا اسلوب حياتهم ويحافظوا على نفسهم من خلال المريض اللي موجود عندهم. ده كلام صحيح تماما. وفي نفس الوقت نفسيا هو مع الوقت بيحس بترابل تاني، ان انا نفسيا مختلف. ليه ممكن يجي الاولاد ما عندهمش
ده هتلاقي برضو عنصر وراثي في العيله في مكان ما، او البنكرياس بتاعه مبطل يفرز انسولين بدري، ما عندوش خلايا كافيه تفرز انسولين في التخليق بتاعه في تكوين الطفل. عشان كده النوع الاول بيبقى مين ليه علاجه انسولين زي ما سمعنا، وبيتعالجوا بانسولين صحيح، ولكن الانسولين الحقيقه في الاخر هو دواء، وهو دواء فعال جدا، وهو دواء انا جسمي بنكرياسي ربنا خلقه بيفرز انسولين، انا باخده من بره، فانا مش مختلف عن غيري، انا متكامل تماما. انا بني ادم لا ينقصني شيء، زي اللي عنده غده درقيه، احنا معهد السكر غده الصماء، اللي عنده كسر في الغده الدرقيه، اللي اتشالت له غده درقيه لاي سبب بيمشي على دواء الغده الدرقيه، الاقراص بتعوض تماما ده. يعني قصدي اقول ان الحاجه اللي ناقصه طالما العلم وصل لها ووصل انه يعوضها ويخلقها ويصنعها سليمه. وعلى فكره اليوم العالمي للسكر كان احتفالا باول مخترع للانسولين في العالم، يوم اختراع الانسولين، عشان كده هم اخترعوا 14 نوفمبر اعترافا بفضل اللي اخترع الانسولين، لان خلاص المشكله اتحلت. انا مش هخش في الدايلما والقصه واللفه بتاعت السكر ومضاعفاته، لا احنا نحتفل بعالم بدون سكر خلاص، يعني الحمد لله ما فيش ده خالص. انا الحقيقه يعني بنتعامل معاه، يعني بنتعامل معاه ومصاحبينه، فما فيش مشكله يعني. واكتر ما نقولش اليوم السكر، بدينا نكتشفه بدري، بدينا نكتشف مرحله ما قبل السكر، ده ترم جديد هو بري دايبتيك، بدينا نكتشف السكر بدري قبل الكومبليكيشنز والمضاعفات بتاعته. احنا متبنيين في معهد السكر كلمه ان السكر وعجله مضاعفات السكر، احنا بنعكس العجله دي. لما توليت عملت المعهد مع توافقا مع الدوله وقياده الرئيس، الرئيس اول ما جه قال هنعمل مبادرتين، مبادره فيروس سي اللي كانت حاجه تاريخيه في العالم، فيروس سي قضي عليه في مصر، الدوله الوحيده اللي ازالته بفضل ربنا وفضل توجيهاته. في نفس اليوم اطلق مبادره ثانيه، الامراض غير السريه، السكر والضغط. داي 1 ارتقى هذا واشتغلت عليه جميع اجهزه الدوله من وزاره الصحه، هيئه مشفى التعليم اللي انا بفخر ان انا تابعها، ومعهد السكر اللي بشرف بتمثيله، اشتغلنا على ده. بدينا نكتشف المرضى في مرحله البري دايبتيك اللي قبل السكر، اللي هو هيخش في سكر. وبالمناسبه ما حدش مثلا يكتشف في هذه المرحله، انا الحمد لله لسه بري دايبتيك، فانا يعني ايه هخلي بالي بس شويه صغيره، لا انت هتخلي بالك قوي. حلوه قوي قوي، اللي هم الناس الاكثر عرضه للاصابه بالسكر، اللي هم التراكمي بتاعهم من 6 ل 6 ونص. لا ده مش عرضه خالص اهو. ده واحد جه يقيس التراكمي بتاعه، دي مبادره عملته بقى. ايوه لقينا ناس اللي هم في المارجن ده، اللي هو مع اللي هو 6 ونص، من 6 ل 6 ونص، اللي هو ما يسمى ببري دايبتيك. لا ياخد باله قوي. هذا البري دايبتيك عرضه لجميع المضاعفات، السكر على العين، على القلب، على الكلى، على الشرايين، تماما زي مريض السكر اللي مش كنترولد. بس مش كده وبس، نحط بقى سطر تحت الجملة اللي جاية، لما يكون هذا المريض مش ملتزم بالأكل وبالرياضة، أو عنده الضغط، لأن أنا أعرف الضغط والسكر دي سندروم. ما عشان كده احنا قلنا مريض غير السكر، اخترنا الاثنين دول. لا ده أكتر من كده، السكر بيبوظ كل الكوليسترول والترايجليسرايدز، حاجة اسمها ميتابوليك سندروم، فيدخل في غلطات وبيدخل في، هتبقى فيش السيركل دايرة. لكن تتقطع فين؟ تتقطع عند الأكل الصحي والرياضة، تتقطع عند كنترول إن احنا نوقف السمنة. لو انا قليت 10% من وزني وانا مريض سكر نوع التاني، ممكن اطلع بره كاتيجوري السكر لكاتيجوري ما قبل السكر، اللي هو بري دايبتيك. ده جميل. تخيلي ان وزن 10% من وزني اللي وزنه 100 هيبقى 90، مش شالنج كبيره. اللي وزنها 80 هتبقى 72، ده في حد ذاته يطلعنا بره الريسك. ما يعتبرش مجهود ولا رقم كبير، بس الصحي والرياضه. وعشان كده هم مهتمين بالبطولات كلهم ما شاء الله، لكن رغم ان حضرتك بترفع معنوياتهم وراهم اهل بيساندوهم، لكن اكيد بالسؤال ليكم كلكم، يعني مين بيتعرض فيكم مثلا لتنمر؟ يعني ما تدخلوش الحمام، مش عارفه ايه، ما بتيجوا المدرسين مش فاهمين، يعني في حد ضايقكم في المدرسه او في الشارع او في النادي مثلا، نزول البسين، اي حاجه من دي؟ لا ما الحمد لله، يبقى يعني في وعي مجتمعي محترم الحمد لله، وفي نظره مجتمعيه محترمه نتيجه انه الناس بتقرا، دور اعلام، فده اعتقد ان ده حاجه جميله. بس لينا، انت اكيد عندك طموحات في مستقبلك وعندك تحديات وعايزه تحققي احلامك كلها، ايه احلامك اللي نفسك تحققيها؟ نفسي اطلع مدربه سباحه وابقى دكتوره تغذيه. مدربه سباحه، طيب. ومحمد؟ عايزه اطلع دكتور بيعالج الاطفال السكريين زي دكتور مجدي يعقوب. يا روحي يا عم، طبعا طبعا طبعا. ودكتور ايهاب كمان. ومازن؟ وانا برضو عايزه اطلع دكتور سكر اطفال زي دكتور ايهاب ودكتور تامر سليم، عشان احنا في حاجه
عايزين مش عايزين نحسسها للاطفال اللي هي هتبقى اللي جايه، يعني احنا في مرحله مش عايزين نحسسها لهم. طب يا دكتور مازن ويا دكتور محمد ودكتوره لينا، ممكن تسالوا الدكتور ايهاب كل حد فيكم يساله سؤال؟ مين جاهز؟ لو سؤال أسأل عن مرض السكر، يعني عايزين سؤال خاص بحالتك انت كانك انت قاعد مع الدكتور وعايز تساله. حد طيب عنده سؤال؟ على ما تفكروا هسيبكم تفكروا شويه. دكاتره زمايلي حضرتك تساله، انا هسال دكاتره زمايلي بقى. أيوة نعمل كونسولت كده مع بعض. فكره حلوه جدا، اتفضل. قولوا لي بقى اي دكتور فيكم يرد، مش هقول السؤال لحد فيكم، ايه الحاجات اللي تبعدوا عنها في الاكل؟ ده لاصحابكم اللي زيكم في سنكم. حلو قوي ده. الحاجات اللي بنبعد عنه في الاكل، السكريات احنا بناكلها بس مش كتير، بناكلها بنظام. بنظام اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو بتعمل فيه ايه؟ بتعدي فيه ايه؟ السعرات مش كده؟ بتعدي فيه السعرات خلي بالك منها. صحيح. والكربوهيدرات. والكربوهيدرات برافو يا دكتوره. المكرونه والرز والهوس والحاجات دي ما بتاكلش. ايوه احنا بناكلها بس مش بكميات كبيره، مفيش وتبقى حرمان. محسوبه كميات صغيره. حلو قوي. حاجه ان احنا الاعتدال في كل حاجه ناكلها، احنا مش ممنوعين من اي حاجه. بس محمد الصغير ده يا عيني اللي صغنطوط ده، يعني ممكن يبقى بتبقى نفسك في حاجه حلوه ولا بتاكل برضه حاجه خالص؟ لا باكل برضو عادي، لو ساعات بيبقى سكري عالي وهم اخواتي بياكلوا وبابا وماما بقول لهم لا مش مهم ما تدونيش انسولين، بس استنى لغايه ما سكري ما يبطى يدوني انسولين يصححوا لي في بطني، وبعد كده لما السكر يبقى ينزل ابقى اخد. مش مهم هم بياكلوا بس انت تقول لهم اوكي. المهم اللي انا اخدت، مش حتى لو ما اخدتش عادي. يا حبيب قلبي ما شاء الله، ما اخدتش عادي ده عنده اراده ما شاء الله، وشاطرين قوي جدا قوي. طب اقول لهم بقى سؤال تاني يا دكتور. لا انا اسمحوا لي، ده يحتاجوا تكريم على ده، هيشرفوني في معهد السكر في مكتبي ويتفرجوا على الطب اللي انتوا عايزين تطلعوا فيه في مستشفياتكم الدوله عاملاها الجميله، وانا هكرمكم بميداليه زياده. احنا ممكن نيجي معاهم يا دكتور ايهاب؟ ده انتوا تنوروا شركاء في طبعا. بس بجد شوفوا اي يوم الصبح كل يوم من 9 ل 5 اليوم اللي فيكم حد قريب من المعهد هيجي وهنتشرف بيه، وهنديكم ميداليه ثانيه بس ميداليه المعهد مش ميداليه بطولات زي دي، ميداليه المعهد لان انتوا ابطال في السكر. احنا هنرتبها طبعا ونحضر معاهم او كمل البرنامج لو كنا مشغولين عشان نفرح بيهم. وشكرا يا دكتور على المجهود اللي انتوا عاملينه مع اولادنا. الثلاثه جاهزه عندي وهتشرف بيكم واكرمكم، لان انتوا فعلا مثل حلو جدا للولاد المسكرين، ان انتوا عارفين تعملوا ايه، تاكلوا ايه، بتلعبوا رياضه صح، بتتحركوا صح، فاحنا هنتشرف ان احنا نديكوا شهاده تقدير من عندنا وميداليه تقدير من عندنا. يعني معهد السكر طبعا بقياده حضرتك كعميد معهد السكر، مش بس دوره ان هو يعالج الحالات اللي داخله او ان هو يلحق الحالات اللي داخله، ده ليه دور توعوي، دور مجتمعي، دور تحفيزي وتشجيعي للولاد دول علشان يبقوا عندهم وعي ب انا مش هسميها المشكله، بالعرض اللي موجود عندهم، ويعرفوا ازاي يديروا الازمه ويتعاملوا معاها بحيث ان يبقى ما فيش مشكله. خلينا نشوف جزء من الفعاليه اللي حصلت في المعهد القومي للسكر والغدد الصماء النهارده ونرجع تاني نكمل. هو معهد السكر طبعا والمعاهد بتاعتنا كلها، احنا عندنا معهد السكر والغدد الصماء، وعندنا معهد التغذية، وعندنا معهد القلب، ومعهد الرمد، ومعهد السمع والكلام، ومعهد الإعاقة الحركية. دي المعاهد اللي عندنا في الهيئة، وعندنا 19 مستشفى تانية، هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية. الفكرة زي ما حضرتك سألتيني على الدور في التوعية، طبعا احنا دورنا الأساسي بيبدأ بالتوعية وينتهي بالعلاج، لأن احنا معاهد علاج بالمقام الأول. مرض السكر مرض ماكر شوية، ما بيظهرلوش اعراض، وده اللي بيأخر التشخيص بتاعه لمده من 6 ل 8 سنين في احيان كتير وفي بلاد كتير، حتى مثلا في المملكه المتحده. ده بيتطلب مننا يبقى في نوع من التوعيه للمريض انه يعرف الاعراض اللي ممكن يجي بيها سكر، العوامل الخطوره اللي ممكن تأهله ان يجيله مرض السكر، ازاي طرق الكشف المبكر عن مرض السكر، وازاي يتعامل معاه، لان النهارده الاديوكيشن او التعليم الطبي للمريض بقى جزء اساسي من العلاج. لو ما قلناش ان هو الجزء الاول والمستمر طول مرحله العلاج مع المريض. هو طبعا احنا اهم حاجه عندنا في المريض السكر انه يتابع سكره،
بصوره منتظمه، وهي دي المشكله اللي احنا بنلاقيها دايما، انه كتير من مرضى السكر ما بيتابعوش سكرهم بصوره منتظمه. احنا على الاقل كل 3 شهور لو السكر مش منتظم لازم نتابع بالتحاليل طبعا والفحص الطبي والكلينيكي. وفي نفس الوقت الاهم من ده بقى انه اللي ما عندوش سكر اصلا يكتشف ان هو عنده سكر ازاي، لان في ناس كتيره جدا عندهم سكر وهم للاسف ما يعرفوش، وبيكتشفوا كده بالحظ انه عنده سكر. لو عمل تحاليل في اي وقت كده لازم ناخد بالنا انه قياس السكر على الاقل مره في السنه، في السنه الواحده، بحيث انه لو عالي نقدر على طول نتدارك الموقف، لانه المشكله الكبيره في عيانين السكر خصوصا من النوع الثاني انه بيبقى عالي وبيأثر على الاعصاب وعلى العين وعلى الكلى، والعيان ما بيبقاش عارف اصلا انه هو عنده سكر في حين انه ده شغال بقاله فتره طويله. بما اني دكتور اطفال اصلا فهتكلم على النوع الاول في مرضى السكر. النوع الاول ببساطه هو خلل في التمثيل الغذائي للمواد الغذائيه اللي احنا بناكلها بسبب غياب هرمون الانسولين. طبعا في اعراض كتير قوي معروفه، برضو عايز اقول في حاجه قبل ما ندخل في التشخيص وكده عشان الناس يعني ايه القلق نقضي عليه. هو مرض منتشر في العالم كله، مصر ليها يعني مرتبه في الموضوع. احنا عندنا اخر احصائيات ان احنا في 11.2 مليون طفل من مرضى النوع الاول في مصر. من اشهر الحاجات اللي المريض بيعاني منها وهو يمكن مش حاسس ان عنده سكر انه عنده زغلله باستمرار، وبيجي يعمل عده نظارات وبيجي يقول لي انا عامل 3-4 نظارات ولا واحده مريحاني، او بيجي له ميكروب مستمر في عينيه فعنده عماص او عنده اكياس دهنيه او عنده مشاكل في الجزء الامامي في العين نتيجه انه مرض السكر بيساعد الميكروبات ان هي تزيد في العين. الحقيقه اي واحد يشك انه عنده زغلله باستمرار او عنده ميكروبات او مش شايف او عنده مشكله حصلت والمشكله دي مش بتتحل بالقطرات والحاجات اللي زي كده، طبعا لازم يتوجه ويعمل فحوصات ويعمل السكر الصائم والفاطر والسكر التراكمي. دي اهم حاجه عشان نعرف ان السكر التراكمي ده محصله السكر في اخر 3 شهور. زي ما شفتوا كده هي منظومة متكاملة، مش بس بنعالج السكر ومريض السكر أو نديله التعليمات، لا خالص. إنه السكر طبعا أكيد ليه تداعيات تانية وفي أعراض تانية بتبقى مصاحبة للسكر، محتاجين دكتور قلب، دكتور رمد، محتاجين كذا تخصص. الحقيقة بنحييك جدا دكتور إيهاب على اللفتة دي، هو المريض مش محتاج يخرج برا المعهد. الحقيقة اسمحي لي الأول بعرض الجميل اللي حضرتك عرضته النهاردة اللي تشرفنا بيه، إن أشكر القيادات اللي هي الدكتور محمد مصطفى رئيس الهيئه مستشفيات المعاهد التعليميه، اليوم كله كان تحت رعايه معالي وزير الصحه. فلما يكون الوزير مهتم، لما تكون قياده الدوله العليا مهتمه، لما تكون رئاسه المستشفيات مهتمه ومسخره لمعهد السكر، ان الفكر يكون مش بس ان كنترول السكر، ما انا ممكن احاول اكنترول السكر العيان ما يلتزمش. يعني احنا بنعمل الاحتفال ده كل سنه، الاحتفال ده مش الهدف منه ان احنا نعمل مؤتمر بنتكلم فيه مع بعض. في قاعة المؤتمرات فوق المحاضرات كان دكتور عاطف بسيوني رئيس قسم البطنة بيعمل ايه الجديد للدكاترة وايه السيناريو اللي احنا بنمشي بيه، ايه البروتوكول بتاعنا بالذات الدكاترة الجداد. فده شغال، احنا مش هنفضل في بابل بنتكلم دكاترة مع بعض بس، نزلنا للعيانين وقعدنا معاهم وعملنا بعد كده غدا ليهم صحي عبارة عن ثمرة فاكهة وساندويتش مشويات عشان يعرفوا ان ده الاكل الصحي وفي عيش صحي. فبنديهم ده بيحتفلوا بمكانهم هم وجميع العاملين، بنكرم التمريض والفريق الاطباء اللي بشرف بزمالتهم ليا كلهم بميداليات تكريم على اساس ان احنا اخترنا احسن ناس اشتغلوا السنه دي، وبنقول لهم متشكرين انكم خدمتوا الناس بهذا الصدق وهذا التفاني. ده الجزء الاول. طيب الجزء الثاني، احنا لو حضرتك شفتوا كل التخصصات بتتكلم، شفتوا ان اسم الاطفال عندنا بقى 18 سرير اطفال، واهم من ده رعايه اطفال للاسيتون. ساعات مستشفيات كبيرة وعظيمة ومش هذكر أسامي بتحول الطفل بأسيتون لأنه كل وسكره عالي ودخل في حموضة في الدم، ودي بتبقى الحالة كريتيكال. زي ما قال الدكتور زميلي ابني الغالي إن أنا دخلت رعاية مركزة، لو ما لقيتش مكان الرعاية المركزة دي أنا هو في خطر. قعد 9 أيام، لا هو ممكن نقعد 2 أو 3. كمان بنخاف على معنوياتهم، أول ما بيخشوا الأب بيبقى منهار. أنا طابع عندي في المعهد تحت رعايه الوزاره وهيئه التعليميه باسم المعهد كتاب الوان، صفحه متلونه وصفحه ابيض واسود،
الصفحة المتلونة، الكتاب ده حوالي 10 صفحات. الصفحة المتلونة بيبقى فيها المعلومة في رسمة وكلام، هو بيلون الصفحة التانية الكربون كوبي منها أبيض وأسود بعلبة ألوان واخدها معاه. الله. وشركات عاملها سبونسر عشان أكثر خضة الطفل إن أنا في رعاية لوحدي ليه؟ بابا فين؟ ماما فين؟ وبتثبت المعلومة عنده بالفوتو ميموري إن هو الحاجات دي هي الصح اللي أنا عايش عليها. السنة اللي فاتت كمان فوق ده قلنا طيب إحنا هنراجع الفايلات بتاعتنا ونشوف مين من المرضى كلهم كبار وصغيرين اتحسنوا قوي. وبقى عندنا حوالين القاع ده باركينج المعهد، حوالين الباركينج والقعده دي كلها في تحاليل. اللي سكره النهارده بيرفكت ومظبوط والتراكمي زي ما قال الدكتور ماجد بتاع كل 3 شهور مظبوط، كنا بنديهم جهاز سكر خد ده هديه علشان ده انت هتكمل بيه الانضباط بتاعك. الله. للاسف المريض المصري او اهلنا بتديهم، وده كانت المسج، ان انتوا مدينكم كلكم نفس العلاج، مدينكم كلكم نفس الدواء، مدينكم كلكم نفس، عندي بروشورز مطبوعه وش وظهر كل ما هو يخص السكر والانسولين يتاخد ازاي ويتاخد فين في الجسم وكل المعلومات. طب كلكم خدتوا نفس الكير ونفس الدكاتره بيخدموكم، ليه واحد كنترولد وتماما وواحد ان كنترولد مش مظبوط ومظبوط؟ ببساطه جدا لان انا التزمت بالتعليمات فانظبط وسكري بقى عندي ضيف زي ما حضرتك قلتي التعبير الجميل العبقري بتاعك، ضيف او مصادقه صديقي وصاحبي مش محتاج ان انا اخاف منه. لكن لو ما التزمتش باكلي، ما التزمتش بدوايا في مواعيده، ما التزمتش بالثلاث وجبات المقننين في مواعيدهم، واصلي جوعت اخر النهار وهبطت قوي فاخدت كوبايه عصير دايت، مفيش حاجات دايت، مش حاجه اسمها دايت. هل السكر او اللي هو بديل السكر، بدايل السكر اي مكان نوعها بقى، طبعا اخر حاجه دلوقتي الاستيفيا والحاجات دي، هل هي ملهاش تاثير مباشر على السكر؟ هي ما تعليش السكر، بس الاف دي اي بتكوشن، حط علامه استفهام كبيره على تاثيرها على بعض الامراض الاورام السرطانيه. الاف دي حط. طيب في سؤال تاني برضو عشان في ناس عندها لبس، هل السكر العالي هو اللي بيخوف زي ما الناس معتقده، ولا السكر الواطي اللي ممكن يوقف المخ في ثواني؟ انا بحييكي على السؤال العبقري ده، لان برضو حضرتك كنت في عبقريتك سالتي انت بتاكل زياده وتاخد دواء زياده، فالسؤالين بيجتمعوا في نقطه واحده. السكر العالي هيعمل لي مضاعفات، امين، دي حاجه وحشه جدا. لكن السكر الواطي اني اكل وادي نفسي انسولين زياده او اني اكون باخد ادويه زياده عشان اكل براحتي، بحييكوا على السؤال ده، ده مش مضاعفات، ده بيموت. ممكن اقع في غيبوبه في مكاني وما احسش، ممكن ادخل انام بعد ما اكلت ومبسوط انا اكلت اللي نفسي فيه وخدت جرعه زياده، تجيلي نوبه نقص السكر واعراض نقص السكر اللي هم تتليج وشعوعيه في اطرافي وعرق جامد جدا وروحي مسحوبه مني ودايخ، في لحظه في لحظه فعلا ممكن من الاحساس والاعراض دي الى الكوما. صح. ولو مش جنبي حد خلاص، ولازم الحد ده حد فاهم، لان في ناس يقول لك الحقوا بسرعه بحاجه مسكره. طب لو سكره عالي اصلا هيبقى عنده مشكله. ما هنا فكره ان احنا نفرق ازاي ما بين كوما بسبب سكر لو عالي، لو انا مش عارف افرق وانا مش دكتور ومزنوق اديله ميه بسكر. لو انا عندي سكر عالي هيعلى اكتر، ما انا كده كده هنزله بعد كده. تمام. لكن لو انا داخل في غيبوبه نقص سكر وما لحقتنيش بحاجه مسكره، المخ اتدمر، انا خلاص مفيش ده بنزين المخ. الجلوكوز هو بنزين المخ. المخ لا عايز بروتين ولا عايز لحمه ولا عايز اي حاجه، هو عايز فيول بتاعه جلوكوز. صحيح. لو ما وصلش جلوكوز ونزل عن 70 60 50 انا في ريسك ان افقد حياتي. صحيح. فلو انا قريب مريض ومش عارف ايه الاختيار الامثل، لا يبقى الامثل ليا دلوقتي فورا ان يدوني حاجه مسكره. لو سكري 500 يبقى 550، هيبقى 600 نفس القصه، هبتدي الانسولين وهبتدي اظبط نفسي، هنعرف نسيطر عليه. نشكر حضرتك على التوضيح ده، مهم جدا جدا للي بيشوفونا النهارده. عايز اسال حبايبي كلهم، يعني بتحلموا بايه؟ لينا نفسك في ايه؟ نفسي اطلع دكتوره تغذيه. ما شاء الله. عايزه تبقى دكتوره تغذيه. وانت يا محمد؟ عايز برضه اطلع زي دكتور مجدي يعقوب اعالج الاطفال من السكريين. ايه طب انا عايزه منكم حاجه، ومازن انت برضه طبعا انت عايز تطلع دكتور زي دكتور ايهاب، بالنسبه للمرض ولا للرياضه ولا تبقى ايه؟ تحقق ايه في الرياضه؟ انا ان شاء الله احنا في بطوله عالم السنه الجايه ان شاء الله، انا هصعد ليه ان شاء الله. ما شاء الله، بالتوفيق يا رب ان شاء الله. واول ما تحقق فيها اي حاجه تيجي عندنا هنا الاستوديو نحتفل بيك برضه. لو انتوا هتوجهوا رساله
لطفل زميلكو صاحبكو صديقته جاركو قريبكو عنده مرض السكر مسكر حلو زيكو كده ولسه مصاب بيه جديد، انت عندكو خبره في الموضوع دلوقتي، فهتقولوا له خلي بالك بقى من كذا وكذا وكذا، هتقولوا ايه مازن؟ هقول له انت جالك السكر عشان ما تاكلش الاكل اللي انت كنت بتاكله، يعني الاكل اللي انت كنت بتاكله ده مش نظام غذائي صح. انت جالك السكر عشان تاكل نظام غذائي صح عشان يظبط لك حياتك، وانت مش هتتحرم من حاجه، انت هتاكل كل حاجه بس بحاجه معينه. مش هناكل هناكل برده حاجات مسكره، وهناكل جاتوه، هناكل حاجات مسكره بس مش كتير، بس بالراحه. نونو بالظبط. ومحمد هتقول له ايه؟ انا هقول له خلي بالك عشان السكر العالي غلط، والسكر كمان الوطي غلط. انت ممكن ساعات السكر العالي يوديك في غيبوبه على طول، انت ما تحسش بحاجه حتى لما تيجي تقوم هتقوم بصعوبه جامده. وحتى برده في السكر الوطي برده هيجيلك غيبوبه وبرده هتقوم بصعوبه جامده، فلازم تلحق نفسك، يبقى انسولين السكر عالي، يبقى انسولين او شرب ميه. انت عارف انت بتتصدق قوي، انا بتفرج على الفيديوهات بتاعتك على فكره، بيصدقوك قوي لانك بتتكلم عن تجربه حقيقيه، بتتكلم بصدق وعن علم ومعرفه. مظبوط صح. طبعا السكر الوطي ساعات لازم ناخده معانا حاجات مسكره معانا في الشنطه بتاعتنا، مثلا لو احنا رايحين التمرين، وناخد الازازه طبعا المايه بتاعتنا عشان السكر يعني ننزل بحاجتنا معانا عشان ما نتعرضش لاي حاجه. عشان برده لو سكرنا عالي احنا طبعا هنبقى لوحدنا في التمرين، ولا مامتنا ولا بابانا هيبقوا معانا، فاحنا مش بنعرف مثلا في اطفال ما بتعرفش تدي الانسولين لنفسها، فتشرب ميه سكرها هيبطل. ولما يبقى سكر واطي ممكن ناخد بونبوني، ممكن ناخد عصير، ممكن ناخد سكر، ممكن اي حاجه فيها سكر بسرعه. هنا الوقت بيبقى مهم. وممكن برضو مثلا وسكرنا حلو 150 160 حاجه كده حلو، يعني ممكن ناخد تفاحه، ناخد دكتور موزة. صغير ده ممتاز جدا يا دكتور محمد. انت فعلا دكتور محمد. تتكلم زي الدكتور بالظبط. والدكتوره لينا بقى نصايحك في التغذيه ايه بقى، او بتنصحي لو حد لسه داخل موضوع جديد هتقولي له ايه؟ طبعا لازم ما يتخضش، يعني دي حاجه عاديه، هو ما عملش حاجه، هو بس جسمه مثلا البنكرياس ما بقاش يفرز انسولين، دي حاجه عاديه مش حاجه هو اللي عملها. ولازم طبعا يلعب رياضه علشان يحافظ على جسمه ويحافظ على سكره. وطبعا برده لازم يظبط سكره، يعني لو حس بحاجه يقيس، لو سكره واطي يعلي، لو عالي ياخد انسولين وكده. تمام. ده حاجه جامده، ده جيل جميل ويشرفه. وعشان كده دايما مصر هتفضل بخير، لان طالع شباب جميل كده قوي، عنده فكر، بيتعلم، بيفهم، بيدرك التشالنج اللي قدامه وبيعيشها وبيتعداها وبينجح فيها، ربنا يكتر من امثالهم. الفرق ما بين ولادنا وناس تانيين لن اسميهم، ان ولادنا بيسعوا ويدوروا ويجتهدوا عشان يوصلوا المعلومه، في ناس تانيه بتجيب لهم معلومه لحد عندهم ومع ذلك برده مش بيستوعبوها قوي، فده الخير اللي موجود في مصر. واحنا بنعول على الامهات اللي عندها وعي النهارده وبتشوف وبتتابع من خلال برنامجنا او الاعلام كله، هي الدور الاساسي عليها الحقيقه. هيتكلمنا كمان، قلت ان في المعهد بيخدم زي ما قلنا وشفنا في التقرير سكر ومضاعفاته، كلمنا عن ده برده، ازاي يعني ان احنا نحافظ، والوقايه اهم من العلاج او خير. ده سؤال عظيم جدا. انا كان يعني توجيهات دوله، وفكري مع هذا التوجيهات لما جينا نبتدي معهد السكر في فترتي، الحقيقه لقيت الكل عاوز يعمل حاجه كويسه، الكل عاوز يوصل لسقف واحد تحتيه كل ما يختص بمريض السكر. اول حاجه كانت ان السكر بندي علاج وبندي ادويه وبنصرف ادويه لارقام مهوله من البشر بمبالغ فلكيه من موازنه الدوله. طيب مش احنا لو ظبطنا السكر هيبقى ده افضل؟ فبدانا نكتشف ونشخص بدري. عشان تشخصي بدري انت محتاجه معمل قوي جدا. صحيح. في كل امكانيات تشخيصيه. اول خطوه اتعملت. طيب علشان اشخص مضاعفات، انا جراح اوعيه دمويه، للاسف انا مش دكتور سكر اطفال، فانا عايز ممكن اعلمك جراحه لو انت عايز لما تكبر. لو انا دي اضافه حلوه جدا. جراحات الاوعيه الدمويه تختص باحد المضاعفات اللي في السكر، القدم السكري وانسداد الشرايين، قدر فيه من بادره قضاء على قوام انتظار الاوعيه الدمويه الطرفيه. سياده الرئيس الحمد لله احنا يعني لينا الشرف ان احنا بنعمل فيها باعداد عظيمة. لأن اللي اتعمل من توفير مستهلكات أساطر وبالونات ودعامات تاريخي في 4 سنين، ده أنا كشاهد عيان على هذا الوضع. صحيح. فقدرنا ننقذ ناس كتير من البتر، وقدرنا نساعد ناس كتير تعدي من البتر.
لان للاسف نرجع ونقول نفس الكلمه، انا ممكن احس باعراض السكر كلها واروح فين لدكتور السكر بعد بقى كل خسيت و بخش الحمام كتير وبشرب ميه كتير وعناية زغللت. هو ده انا عايزه اقف عند النقطه دي، اسنان وكل حاجه، كل حاجه في جسمي ما يجيش في بالي. انا بس عايزه اسال، هل احنا عندنا حصر بارقام او حتى تقريبيه لعدد مرضى السكر في مصر؟ نسبيا وارقامنا بتحس، واكتر المبادرات اللي بتحصل اللي تم تشخيصهم، يعني خلي بال حضرتك انه في ناس ما تشخصوش، ما في شك، عشان كده دي فايده وعظمه مبادره قضاء الامراض غير السامه. عظيم. الرقم قد ايه صحه؟ 100 مليون صحة، 100 يوم صحة. كل واحدة من دول بتقربنا أكتر من التارجت اللي حضرتك بتتكلمي فيه، إني أحصر حصر دقيقة. عظيم. عشان كده حضرتك تعرفي، وأكيد حضرتك عارفة، 100 مليون صحة امتدت، لأن نتائجها إن إحنا بنحصر وبنطلع أعداد، وبنحصر وبنطلع خطط، الدولة بتطلع خطط للعلاج، بنحصر الدولة بتطلع مش استراتيجيك بلان بس، لا بتحط كمان ستيبس تتمشي عليها. انك تشخصي بدري وتمنعي بدري. عايزين نوصل لايه في الاستراتيجيه دي؟ يعني عايزين نوصل لمصر على بدون امراض ساريه. صحيح. خلي بالك حضرتك كمان احنا بنتكلم على الضغط وهيقلل امراض الكانسر ولما نقلل السكر. انا بقول لحضرتك اللي كنت اللي جرينا للكلام النقطه دي، ان بتكلم بنتهاون في حق صحتنا كتير. صحيح. انا بيجي لي مريض القدم السكري معهد السكر في ايه؟ انا بشوف 200 عيان قدم سكري في اليوم. هل جسمنا ساعات بيقول لنا حاجات واحنا ما بنترجمش الرسائل دي؟ صح. من ضمنها مثلا منتشر قوي مقاومه الانسولين، واللي بيبقى ليها علامات واضحه على يعني الرقبه بتغمق مثلا او بعض الملامح. خليني اقول لك بقى حاجه اكثر وضوحا وبالعربي، انا اسف في اللفظ، بنطنشها. ايوه. اللي هي بيجي لي عيان بقدم سكري وغرغرينا في صباع واتنين ووش رجله ومشي، طب انت كنت فين؟ اصل انا قلت لما هظبط سكري هتروح، اصل انا رحت لحد مش متخصص في غير التخصص تشخيص وقال لي الغلط. احنا هنعمل بتر للصباع ده ونشيله، وانا وافقت والجرح سودت الصوابع اللي جنبه لسبب واحد، حضرتك جاي لي بهذا الوضع لانك ما فكرتش وما تشفتش شرايينك اخبارها ايه باجهزه الدوبلكس واشعه مقطعيه. عشان كده الدوله وفرت عندنا في المعهد احدث اجهزه دوبلكس وجهاز اشعه مقطعيه بالصبغه. طب انا لما بروح لواحد مش تخصصه ويلاقي حاجه سودة صباع اسود وبيشيله، طب ما الرجل مش وصل لها دم، فبالتالي لما انا مش وصل لها دم هتسود بقيتها. فمن هنا جت مبادره قضاء على قوائم الانتظار والتشخيص. لما بيخش مريض السكر انا يهمني اعمل له فايل اشوف بيه عينيه يكشف رمض، احدث اجهزه كشف قاع العين من مقطعيه من سونار من قياس ضغط العين موجوده. فهو داخل بسكر لكن يكشف عين، يقول لك هكشف عين ليه؟ انا عايز اطمن على صحتك كلها. انا عايز اطمن على عينيك. عندي وحده اسنان 4 كراسي، عايز اطمن على اسنانك. عندي وحده التهاب اعصاب، جهاز رسم عصب، جهاز علاج عصب، علشان حضرتك تطمن على اعصابك الطرفيه. التنميل ده مش حاجه عاديه انت متعايش معاها. لما خلاص ابتدي افقد الاحساس برجلي وشوشي بيتقلع مني وما احسش بيه وانا ماشي، وتنميل وشكشكه مش عارف انام منه، هيجي يقول لك بقى اصل ده اعصاب ده يمكن يكون كذا، يعني الفتوى هنا مش بالظبط كده. بدات الدوله تقول اللي هيخش بسكر هنكشف على عينيه، هنكشف على اعصابه، هنكشف على الاوعيه الدمويه بالدوبلكس، هنكشف على الكلى. عشان كده في مبادره حاليا لاكتشاف الاعتلال الكلوي، كل مريض بيخش لي بيحلل الكلى مع سكر، فبنقدر نعرف الحاجه بدري. واذا عرفتيها بدري هي قابله للعلاج والانعكاس تماما للطبيعي السليم. يبقى الاكتشاف المبكر مهم. لما يكون في اي علامات او جسمنا بيقول لنا حاجه ما نتهونش وما نطنش، لان كل يوم بيعدي بيفرق في صحتنا وفي عمرنا. مشكورك شكرا جزيلا، وبنشكر حبايبنا لينا ومحمد ومازن، وشكرا كمان للدكتور ايهاب نبيل عميد المعهد القومي للسكر والغدد الصماء واستشاري واستاذ جراحه الاوعيه الدمويه. مازن عايز يقول حاجه. انا عايز اقول لولا السكر ما كنا ابطال. لولا السكر ما كنا ابطال. خير الختام. مسك الختام. برافو يا مازن، شكرا ليكوا حبايبنا وشكرا دكتور إيهاب. فاصل ونكمل كلام. ختامه مسك ومطبخ الستات، وشيف محمود متألق النهارده وعامل معجنات بالسبانخ وجبنه حلوم واشكال والوان. بمسي عليه، وانا وايمان بنمسي عليك. طب بمسي عليك، وده احلى مسا ده ولا ايه؟ بمسي عليكي طبعا، بمسي على الدكتوره منى عبد الغني والجميله المتألقه ايمان عز الدين وكل حبايبنا بيتفرجوا علينا في برنامجنا
الستات ما يعرفوش يكذبوا. جبت نص كيلو سبانخ، ورق سبانخ، وفرمته مع لفه جلاش، وعاملين فطيره النهارده متميزه جدا. اللي حابب سبانخ فريش، فريش حلوة، طازجه سبانخ طازجه، جبنا شويه سبانخ حلوه وحته جبنه مبشوره حلوم، ممكن تمشي موتزاريلا، اي نوع جبنه انتوا بتحبوه. وبصراحه لقيت كمان يعني الاكله في الاخر، في الاخر قررنا ده ان هي قرديحي شويه، فلقينا كام حته فلقينا كام حته سجق براحتك بقى، فلقينا كام حته سجق على كام حته شويه حاجات كده من الـ من الـ الحلوه دي. خلينا نزود كلمه اختياري، يلا ايوه اختياري, اختياري. صح. وكلمه السر في الوصفه دي البصل، والطريقه البسيطه اللي هنعمل بيها التفاصيل الصغيره دي اللي هتفرق معانا في الوصفه. ما تيجي ناخد المقادير بقى. قبل المقادير بس نقول لجمهورنا ان احنا لايف على فيسبوك ومدلعينك كل يوم يا شيف محمود، اهو مع جمهورك اللي بيحب الفقره بتاعتك. اشكرك طبعا. ومستنيين تعليقات. ماشي يلا بينا نقول المقادير. احنا كنا وقفنا عند كلمه السر بصل. السر في البصله والمقادير. المقادير طبعا جبنا كيلو من ورق السبانخ، هجي لك يا امام دلوقتي، كيلو من ورق السبانخ الطازه، بنقطف الورق كده ونفرمه، معلقتين زبده، رشه كمون ورشه كزبره ناشفه، وبصلتين ثلاثه مفرومين، واحب ان هي تبقى لونها الاحمر، البصله الحمراء، مع لفه جلاش. والميكس اللحمه ده بقى انا لقيت شويه سجق، شويه سلامي، اللي موجود عندكم ممكن يمشي الحال بيه، مع شويه ملح وفلفل، وبحتاج ثلاث بيضات وحوالي نص كوبايه لبن. يلا بينا يلا بينا يلا ويمشي بينا. الحال بيه ويمشي من غير السجق ومن غير اللحمة. انا بس عشان ايه، محمد سامي بيحب اللحمه، فانا قلت احط له شويه سجق عشان بيحب ياكل ايه، سجق ولحمه، ما يعني الاكل ما تبقاش قرديحي. بيقول لك لو يا سلام لو في رشه مستكه برضو. ماشي انا خلاص انا هجيب برطمان مستكه وهسيبه جنبي، كل اللي يقول مستكه اقوم رامي له فص. بصوا بقى، اول حاجه استخدام البصل الاحمر في الوصفه دي مميز جدا. ليه؟ لانه ماشي جدا مع طعم السبانخ. البصل الابيض حلو وكل حاجه، بس البصل الاحمر مدي طعم كتير حلو. بنجيب البصلايه نقسمها نصين ونبدا نفرم البصل مكعبات ناعمه. كويس، بصل احمر او ابيض عادي؟ الاثنين عادي، بس انا لما جربت الوصفه بالبصل الاحمر في الوصفه دي طالع حلو قوي. كويس، نجيب البصلايه الثانيه، ويا سلام لو عندنا شويه من زيت الزيتون كمان حلوين، ده بيفرق الله جدا في طعم الوصفه الحلوه دي. كويس، ما تستكتروش كميه البصل. طب يا ترى احنا هنسوي السبانخ ولا بصي ما تعملوش زي محمود كده، الاطفال الصغيرين بيقطع وبيبص في حته تانيه، لا عشان هو بروفيشنال. انا ساحر يعني، هو في لا في عقل طارت كتير على مدار السنين على ما وصلت للمرحله دي على مدار السنين، بس هي الفكره كلها، هي الموضوع كله احساس باحنا بنعمل ايه مع الوقت، لان دي بقت شغلانتنا. بقول لك يعني يا شيف محمود، كان زمان لما باجي اقطع السلطه كانوا بيلبسوني في البصل دايما، وكنت طبعا بقعد اسح عياط كده كده. كنت اطيب واحده في البيت. اللي بيلبسوها في البصل، خدي قشري دي ما بيعيني، ما من ضمن صفاتها ما بتقدرش تقول لا في البيع. حاضر، فبيدخلوا يلاقوني بعيط، فهم مش فاهمين بقى انا بعيط من القهر ولا من البصل. فجت تيتا بقى قالت لي حطي معلقه في بقك وانت بتقطعي البصل عشان ما تدمعيش. فعلا بس انا مش مقتنع، اصل انا عملت كده. لا ده عشان ما يسمعوش صوتك وانت بتعيطي. ايه ده والله سكاته يعني، سكاته، عارفه السكاته إيه؟ ليها حل دي الحكايه دي؟ العياط لا هي ملهاش حل، لان انت على ما بتكتسبي خبره في الموضوع ده بتكوني عيطتي حوالي اسبوع مثلا، نص ساعه مع كل بصلايه، ربع ساعه مع كل بصلايه، على مدار سنين. بس هي الفكره كلها، جربي وانت بتقطعي البصل ما تتنفسيش من مناخيرك، ما تستنشقيش الحاجات اللي خارجه من البصلايه، خلي النفس من الفم. ما يعني الشمه دي مع البصل وميه البصل على طول العين بتدمع، جربي. وفي طيب ناس قالت ان السكينه تتمشى بال يعني يمسحوا السكينه بملح فبتمتص الحاجات اللي خارجه من البصلايه، انا ما جربتهاش كريمه، بس انا جربت ان انا بتنفسش من مناخيري. وكريمه مالها عندها سؤال، بتقول لك يا شيف علمنا نعمل السجق الشرقي في البيت ازاي، خصوصا ان هي عندها لحم ضاني او حاجه كده، حاجه بص دوني. يا كريمه انا في مره من المرات هعمل اجيب لحمه مفرومه ونعمل تتبيله للسجق حلو،
وده بيحتاج هانك الخروف. هي بتقول عندنا هانك ضاني فانا ما اعرفش اقراها هانك يعني هانك. يعني ايه هانك؟ ده اللي هي الـ 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 الامعاء الدقيقه بتاعه الخروف اللي بتتحشي جوه السجق. كل حاجه عارفها يا محمود اللي هو الممبار الضاني يعني الايه ممبار ضاني بالظبط. ممبار ضاني كويس نعمله مره ان شاء الله عشان كريمه وتهدينا باذن الله. طبعا نعمل ده مره عشان كريمه. بس سر من ضمن الاسرار في تتبيله اللحمه المفرومه بتاعه السجق ربع معلقه صغيره من ربع معلقه صغيره من جوزة الطيب متشكله مع سنه من الكباب الصيني. موضوع بيطلع حلو قوي. البصل كده محمود معلش وانت بتقلب كده الناس كلها بتسال على موضوع المستكه يا جماعه. ده احنا بنحب نهزر مع محمود دي لقطه يعني كده سيم بنفكر نسمي الفقره مطبخ المستكه او أيوة. مستكه محمود مع مستكه ايوه ماشي يعني كده بجيب هنا بيضايه والتانية انا بالنسبه لي انا بحب المستكه جدا وكنا اتكلمنا في مره من المرات عن المستكه فانتوا هم والله احنا مستني منهم كميه المستكه اللي جايه دي جميله المستكه. هنا بحط البيضتين دول مهمة قوي وهنا بيضاية. البيضاية دي بحط عليها شوية لبن وهنا كده شوية فلفل اسود وهنا كمان شوية فلفل اسود ونضرب الخليط ده ضربة هنا كده وهنا نفس القصة نضرب الخليط بتاع البيض مع الحليب. حلو وصلنا المرحلة الحلوة دي وخلصنا التفاصيل الصغيرة دي. تعالوا بقى أهم مرحلة هي تتبيل البصل. البصل بيتبل برشة من الكمون وكمان رشة فلفل أسود ورشة ملح. منى عوض بتقولك منورين مع أشطر شيف يا محمود. مع مين؟ أشطر شيف. ربنا يخليك يا منى على الكلام الجميل ده. وابعتوا لي يا جماعة أسئلة عن نهايلة بتقولك تسلم الايادي يا شيف محمود. منى فعلا عايزه اقول لك على حاجه بقى يا شيف محمود. احنا طبعا احنا بننجح بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل جمهورنا اللي بيتابعنا وجمهور المطبخ كمان جمهور مهم ستات ورجاله كمان بالمناسبه طبعا. كتير من الستات اللي بتطبخ حلو عايزين يطلعوا معانا في الفقره دي ضيوف يطبخوا وانت تقيم الطبخ تضيف عليه تحكم ان شاء الله نعمل كده الاكلات الحلوه دي نعمل مسابقات مسابقة. طب نوعدكم ان احنا هنعمل ده هنوجد لها شكل في اقرب وقت ممكن ان شاء الله يعني حلقه في الشهر نشوف ابداعاتكم بقى الستات والبنات والرجاله كمان اللي بتطبخ حلو. ابعتوا لنا بقى اللي عايز يطلع معانا فقره المطبخ دي اللي احنا بنقول عليها ابعتوا لنا عشان على حسب الطلبات هنبتدي نشوف شكل الفقره بس كنتوا تعرفوا تطبخوا مش كده وكده بالظبط اكيد مش هسيبكم مفيش مجاملات ايوه شديد حكم شديد بصوا بقى هنا بنعمل ايه بنجيب السبانخ اهي شويه ورق السبانخ الحلوين وكمان البصل بعد ما يستوي مهم قوي ان احنا نستخدمه في الحاله دي بارد. حط البصل كده كويس وكمان نجيب البيضتين اللي اتضربوا ننزل يعني بيهم على البصل والسبانخ نيه مع يعني السبانخ نيه مهم قوي بدي بس رشه صغيره كمان كده من كل نوع من انواع التوابل افكركم بيها الكمون والفلفل الاسود والكزبره والملح. طب محمود في منى بتقول يعني ان المستكه على فكره يا منى بتاخد البشاميل في حته تانية صحيح دي حقيقه المستكه ال 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 كل اللي اسمهم منى شطار كل اسمه منى شطار وبيفهموا في الاكل. المستكه بس الفايده في ايه؟ في الاول الحله وهي سخنه نرمي فص المستكه يسيح في التوقيت ده نحط الزبده. ريحه البيت كلها وريحه البشاميل هتبقى كلها مستكه. فعلا. بس مهم في الاول نحط فص المستكه في الحله السخن فيدوب معانا. بنشكرك يا منى على المعلومه دي والله. كده؟ انا رايي نحطها في كل حاجه بصراحه يعني المستكه دي انا بقى كميه الطلبات اللي بتجيلي بطمن كل المجموعه الحلوه بتتفرج علينا كميه الطلبات اللي بتجيلي يا شيف نفسنا نطلع نطبخ معاك يا شيف نفسنا نطلع نطبخ معاك ان شاء الله هجيبكم ونعمل بقى فقرات حلوه قريب قوي ان شاء الله والتحكيم يبقى جميل. وابعتوا لنا بس ابعتوا لنا رودي عايزه فطير مشلتت عايزه تعرف طريقته يوم بقى تعمله لنا من عينيا طبعا في يوم كده من الايام نعمل فطير مشلتت قريب قوي نعمل فطير مشلتت. طيب كده احنا خلصنا الخلطه بتاعه السبانخ والبصل الاحمر وبالتوابل وكسرنا عليها بالطين
هجيب لفة الجلاش بسرعة كده الأول قبل الجلاش، هقسم لفة الجلاش وفي انتظارك وفي انتظارنا بعد الفاصل إن شاء الله، وأحلى فقرة مستيكة قصدي مطبخ ستات مع محمود. ورجعنا تاني ومطبخ الستات، وشيف محمود بيعمل لنا فطيره جلاش بالسبانخ والجبنه والمستكه. هنبتدي بقى نشوف والمستكه. بيقولوا لي بطلي هزار وخفي شويه على الشيف محمود. في درويش قالت لك على الصفحه كمان حطي المستكه مع الفراخه هتطلعها في حته ثانيه بره خالص ولذيذه. هتصفرك يعني حييكي طبعا استاذه خفي. اتفضل. طب اقول لك سريعا احنا عملنا ايه. احنا شوحنا البصل الاحمر مع ملح وفلفل وكمون وكزبره ناشفه ومعلقتين من زيت الزيتون، خلطناهم بورق السبانخ المتقطعين الحلوين دول مع بيضتين نيين والسبانخ كمان نيه، وجبنا الحلوم مبشوره وعندنا قطع حلوم، وقطعنا ورق الجلاش هنا وادي الصينيه. الصينيه بقى مجرد احنا نعمل ايه كده لمسه صغيره جدا من الزبده، ونروح بورقه من الجلاش كده تاني كده، اي ورق يقابلنا ورقتين ثلاثه بالشكل الجميل ده. احنا بس قسمنا لفة الجلاش نصين وممكن نحط الورق بالشكل ده، مش مهم ان احنا يبقى الورق مترتب. الدنيا مقلوبة على الصفحة يا محمود وبحيوك ومبسوطين بفكرة انهم واحد نفسه يجي يقف معاك بس في المطبخ، مش عشان يأكل عشان يدوق أكلك. اللي هيجي هيطبخ، اللي هيجي هيطبخ. وبعدين احنا اختياراتنا ليكو بناء على ان انتوا تبعتولنا وتقولولنا هتعملوا ايه، واللي هيجي يجيب مستكته معاه. انا مش هدي لحد مستكه. خلي بالك في سؤال حلو قوي او طلب، يعني نورا أيوة. الجمل بتقول بنوتي اول شيف متلازمة داون على مستوى الوطن العربي، ممكن تطلع معاكم. يا ريت والله نخصص يوم لحبايبي زاوية. يا ريت ده حلو جدا، ده تشرفنا طبعا. حلوه الفكره جدا، وهتدينا طاقه حلوه جدا، انا واثق وهتعمل لنا وصفات حلوه. طبعا تنورنا وتنور البرنامج ان شاء الله. الترتيبه مع الاستاذ محمد سامي بالمواعيد بالتوقيت بالاختيارات، ان شاء الله كل الامور دي تمشي بشكل حلو. وهو اللي هيجيب المستكه، ما تجيبوش انتوا مستكه. بص انا حطيت شويه جبنه على رئيس التحرير دايما، شويه جبنه حلوم تحت كده، وطبعا كرمشت ورقتين من الجلاش، ورق الجلاش وحطيناهم كده، ونيجي على الخليط الحلو بتاع السبانخ بالبصل، نحط الكلام الجميل ده على الوش. بصوا الحلاوه والقوام بتاعها حلو وعليت معانا بالشكل البسيط ده، ونيجي على اي حاجه بقى زي ما قلنا بقى شرايح سلامي، مش عايزين سجق شغال، اي حاجه بقى حلوه. بس احنا بس اللي بنقلش، خلي بالك ان جمهورك كمان. هدى محمود بتقول انا عندي فكره حلوه جدا وفكره المسابقه بتاعتكم حلوه جدا، وانا هاجي اعمل لكم وصفه بس بالمستك. يا ريت. حلو جدا. يلا في انتظارك. ماشي. انا عايزه تتواصلوا يا جماعه، يعني طبعا فريق الاعداد استاذ محمد سامي مع نوره الجمل، عشان نشوف بنوتتها اول شيف متلازمه داون على مستوى لو العالم. ممكن بعت لنا اسمها. بالظبط، عايزين نقول اسمها، اكتب لنا عشان نحييها على الهواء. هنشوف الشكل بتاعنا الجميل. نقفل بقى كده 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 اهو. يا سلام على التقفيله الحلوه دي. وبعد ما قفلنا كده، فاكرين البضايه اللي ضربناها مع نص كوبايه لبن؟ ناخد البضايه مع نص كوبايه لبن ونسقي بيها كده من غير ما نقطع. حلو. عملنا كده، نيجي بقى للقطه المهمه جدا، ناخد الخليط بتاع الجبنه، اي جبنه عندنا، شويه حلوم، شويه بارميزان. أنا توقعت اي نوع هتحطها جوه مع السبانخ. انا مجرد ان انا خدت عملت القصه دي ودخلتها الفرن. دخلتها الفرن قعدت بالظبط حوالي 30 دقيقه. بصوا شكل القطع. انا هو انت ما حطيتش جبنه جوه؟ يعني حطيت جبنه، حطيت جوه وبره. بصوا بقى شكلها من جوه. المثلث انا شايله عشان تشوفوا شكلها من جوه. السبانخ بالجبنه بالقطع. اقطع لكم حته؟ اقطع؟ اقطع. يلا طبعا دي أيوة. فيها كالوريز كتير كده. ولسه بنتكلم عن يعني السكر في الدم. بصوا شكل المثلث الجميل. بنشكرك يا محمود جدا، وبنشكر حضراتكم على تعليقاتكم، وان شاء الله هنحاول نستجيب معاكم في فقره المطبخ. وشكرا يا ايمان. شكرا لك يا ايمان. ان شاء الله بكره حلقه جديده والستات بقى بكره ان شاء الله ما بيعرفوش يكذبوا باذن الله. نحاول